بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. حلقة الأهلي الليلة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات المتعلقة باستعدادات فريق النادي الأهلي لأولى المباريات في دور المجموعات دور الـ16 في دوري أبطال إفريقيا، مباراة أمام النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس إن شاء الله مساء يوم الجمعة القادم. مباراة مهمة جدا الحديث فيها، ومهمة جدا كمان بالنسبة للفريق، انطلاقة جديدة في بطولة الكل بالتأكيد بيسعى للفوز بها بعد ابتعاد آخر 6 سنوات عن منصات التتويج بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا. لكن هذا الاستعداد وهذه البطولة جاية في توقيت غاية في الأهمية، لأن بالطبع بالأمس امبارح فريق النادي الأهلي حقق انتصار كبير جدا على فريق نادي الجونة بـ4 أهداف مقابل لا شيء، وهذا الانتصار انتصار فني وانتصار معنوي وانتصار اندل بيدل على أشياء كثيرة جدا ممكن نتكلم عليها ونعمل حلقات عليها بالنسبة للمرحلة الجاية. لأن دايما في قواعد في كرة القدم الكل ممكن يتكلم عليها من سنوات طويلة، لكن خلال الفترة الأخيرة مع ريني فايلر وجهازه المعاون هناك بعض الاستثناءات على هذه القواعد تكسرت بشكل كبير، لأن كرة القدم كانت فيها مفاهيم كثيرة جدا كانت بتتكلم عنها المحللين ونجوم الكورة كانوا بيتكلموا عنها كتير، لكن بالأمس اللي احنا شفناه وفي بداية الموسم الاستثناءات اللي بالنسبة لكل هذه القواعد مع ريني فايلر وجهازه المعاون انكسرت منذ أن تولى المسؤولية في 2 من شهر سبتمبر قبل الماضي. وبالتالي هنتكلم على مباراة الجونة والانتصار الرابع على التوالي والمسيرة الرائعة لفريق النادي الأهلي في الدوري الممتاز السنة دي. الفريق البطل لا يتوقف، وعشان كده لا وقت للراحة. الفريق سافر النهاردة الصبح مباشرة إلى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي. طبعا كلنا عارفين مجموعة الأهلي في البطولة الإفريقية مع الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي وأيضا النجم الساحلي التونسي. في جزئية بقى عايز أتكلم فيها، وأنا بتكلم في جزئية المرحلة السابقة والقواعد والاستثناءات اللي أصبحت خلاص بالنسبة للنادي الأهلي وجهازه الفني مختلفة عن مفاهيم الكرة اللي كنا بنعرفها قبل كده. وهضرب مثل شعبي دايما بيتقال أو بيتم تركيب عليه بعض العبارات لتوظيفه في المعنى أنا عايز أتكلم عليه. إدارة الكرة فن مش عن، بمعنى أصح لما بتبقى عايز تعمل حاجة وانت بتديرها بشكل إيجابي وشكل محترف محتاجة فن، مش محتاجة عافية أو انك تشتغل عليها وانت ما عندكش خبرة أو ما عندكش مفاهيم لإدارة اللعبة دي تحديدا. كرة القدم واللي حصل في النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة وتحديدا خلال فترة التوقف محدش تطرق لها خالص، لأن خلال فترة التوقف الكل رايح لسكة الأندية استعادت إزاي، والكل كان خايف على النادي الأهلي في هذه الفترة إن هو ما بيلعبش مباريات ودية وعمل معسكر في الإمارات، بل بالعكس البعض كمان أطلق على هذا المعسكر معسكر ترفيهي. يبدو أن المفاهيم اللي الناس بتعرفها في كرة القدم من خلال الجهاز الفني الجديد بقيادة ريني فايلر المفاهيم اختلفت، بمعنى أن الكورة وعلم الكورة كل يوم دايما في جديد، معنى أن النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي على مدار 51 يوم ما يلعبش إلا مباراة ودية وحيدة والصفوف ليست مكتملة، ومعسكر في الإمارات كان الصحف والمواقع والعديد كان يتكلم عليه في إطار بعيد تماما عن الأمور الفنية والأفكار اللي الجهاز الفني كان عايز يحققها من خلال هذا المعسكر. لكن اللي حصل في هذا المعسكر والمباراة الودية الوحيدة كان الجهاز الفني بيفكر ان هو يبعد الفريق في مرحلة معينة من فكرة ان يكون في ضغوط من التدريبات والمباريات الودية والاستعدادات لفترة طويلة جدا، 51 يوم فترة طويلة اكتر من اي فترة متعلقة ببداية موسم عن نهاية موسم قبليه. فبالتالي كان في علم ودراسة في الجهاز الفني لهذه المرحلة. في منافس اخر لعب 5 مباريات ودية واستغل فترة التوقف لامور ما، كل واحد حسب ظروفه، لكن في النهاية النتيجة ايه؟ النتيجة ان النادي الاهلي بعد 51 يوم شفنا فرقة بتلعب كورة وعندها اريحية بدنيا متميزة. وليد سليمان 51 يوم قدر الجهاز الفني يحضره بشكل ايجابي لمباراة كبيرة زي دي ويكون ان شاء الله خطوة بالنسبة للمرحلة القادمة. كمان الظروف اللي حصلت في الفريق الفترة اللي فاتت ما بين اصابة لاعب او اخر الجهاز الفني تعامل معها بسرعة وعنده مرونة تكتيكية في هذه المباراة بتوظيف اكثر من لاعب في اكثر من مركز خلال هذه المباراة. لذلك الانتصار والمكسب مش في الـ4 أهداف ولا الـ3 نقاط ولا تصدر الدوري، في مكاسب فنية ومعنوية مهمة جدا بالنسبة لإدارة الكرة في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. عشان كده أنا قلت لها عنوان إدارة الكرة فن، وإدارة الكرة فن لأن فن الإدارة لكرة القدم تحديدا في النادي الأهلي، واللي يدرس ويشوف إدارة الكرة الفترة الأخيرة هيعرف أن المرحلة دي
تم التحضير ليها منذ حوالي سنة أو سنة ونص عشان توصل للمرحلة دي، وأنت عندك تيم تقدر تتكلم إن عندك تيم فيه حوالي 3 صفوف مش صف واحد، صف أساسي صف بديل جاهز في أي لحظة، وعناصر عندها مرونة تكتيكية تتغير من مركز لمركز آخر مع جهاز فني دايما عنده فكرة جديدة وعنده إطار جديد في كرة القدم. قلت لكم دايما في مفاهيم المحللين بيتكلموا عليها، لكن مع ريني فايلر تحديدا الأمر مختلف. بدأ الموسم فترة إعداد قصيرة جدا، ملحقش حوالي أسبوع 10 أيام ودخل على مباريات وكأنه بيدرب الفريق بقاله سنة. نفس الأمر 51 يوم فترة توقف طويلة جدا، والكل كان خايف وقال ربنا يستر تعدي الفترة دي على خير والأهلي ما يتأثرش بنسبة كبيرة. الجهاز الفني كان عنده تفكير تاني ومنتاليتي تاني خالص بيفكر فيه بالنسبة لتجهيز عقلية ومنتاليتي اللاعب كرة القدم في هذه الحقبة الزمنية عشان يبقى جاهز للمرحلة اللي جاية. 51 يوم مباراة ودية وحيدة مع لاعبين، عندك مباراة مع النجم الساحلي بعد مباراة الجونة بأربعة أيام، فبالتأكيد كان في إطار وفكر معين لريني فايلر في هذه الجزئية، ودي كانت جزئية عايز أبدأ بيها، لأن مباراة الجونة امبارح بالنسبة لي أو بالنسبة للجماهير مش 3 نقاط أو 4 أهداف، لا في تفاصيل أكتر وأهم من كده، وإن شاء الله المسيرة الفترة الجاية تكون أفضل وأفضل وتستمر، لأن عندنا بالتأكيد مشوار إفريقي وانطلاقة مع النجم الساحلي هي بقى الأهم واللي بننتظرها بإذن الله بالنسبة للمرحلة اللي جاية. الباسة النهاردة توجهت صباح اليوم مباشرة من الغردقة إلى تونس، وبيرأس البعثة دكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، وبالتأكيد في بقى استعداد خاص لهذه المباراة خلال ال 72 ساعة اللي جاية. وجود البعثة في تونس، تدريب النهاردة كان على ملعب الجامعة، أيضا بكرة إن شاء الله على ملعب الجامعة، يوم الخميس ليلة المباراة التدريب على ملعب رادس، والجمعة إن شاء الله المباراة الساعة 9 بتوقيت القاهرة. فقرة الانترو عندي فيها كذا خبر وكذا موضوع هنتكلم فيه، وطبعا زي ما انتم قدامكم اهو شايفين على الشاشة لقطات حصرية وخاصة وكواليس خاصة لبعثة النادي الأهلي اللي اتجهت إلى تونس صباح اليوم. قدامنا كان في الصورة طبعا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة اللي بيصاحب البعثة في هذه المباراة، موجود معاهم في هذه المباراة الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر، الجهاز المعاون، كل اللاعبين عقب الوصول إلى مطار قرطاج في تونس بعد مباراة الجونة مباشرة. والجهاز الإداري تعامل مع هذه الجزئية باحترافية عالية جدا. طبعا الجهاز الإداري كان منتظر إن بعد التوقف هتبقى المباراة مع وادي دجلة، لان 25 نوفمبر كانت مباراه وادي دجله، لكن ما علينا، فكره الدوري واللي هيحصل في الدوري دي جزئيه او فقره هتكلم فيها معاكم بس بعد ما اتكلم على رحله تونس والاستعداد لمباراه النجم. عموما الجهاز الاداري حجز طياره خاصه ان الفريق ان شاء الله يسافر من الغردقه مباشره الى تونس، لان هيبقى الوقت ضيق جدا، هتلعب يوم الاثنين مع الجونه في الجونه، هترجع القاهره، هتسافر امتى؟ هتسافر الثلاث بالليل ولا الاربع؟ طب ما انت كنت مسافر قبلها بيوم في مطار القاهره، فبالتالي الافضل والاجهز بالنسبه للفرقه ان هي تسافر على طول من مطار الغردقه الى مطار قرطاج مباشره. فبالتالي زي ما قدامكم هي لحظات وصول الفريق الى تونس، زملائنا بالتاكيد هناك معاهم تفاصيل واخبار بالتاكيد هيكونوا معانا بعد قليل، نشوف برضو اخر الجديد بالنسبه للبعثه هناك، اللاعبين الدوليين اللي انضموا الفتره الاخيره وكان في جزء منهم بيشارك في مباراه الجونه، وجزء اخر ريني فايلر فكر ان هو يريحهم عشان مباراه النجم الساحلي. قدامنا طبعا معالي السفير المصري السفير نبيل حبشي سفير مصر في تونس بيستقبل اللاعبين والبعثه فور الوصول الى قرطاج، البعثه الاعلاميه، اللاعبين، البعثه الاداريه. كابتن سمير عدلي كان سبق البعثه قبل السفر بحوالي 48 ساعه لتحضير كل الاجراءات وفندق الاقامه وطريق الوصول وكمان تجهيز واختيار ملعب التدريب اللي هيتدرب عليه الفريق قبل موعد المباراه ان شاء الله يوم الجمعه القادم. الجزء الاداري ده مهم جدا وانت بتحضر لسفر اي فريق عشان الفريق لما يوصل على طول فندق الاقامه ما يكونش عنده مساحه وقت ان هو يا دوبك ياخد المفاتيح يطلع على الغرف، يبقى في اختصار لوقت عشان مساله السفر والاجهاد بتبقى للاسف في بعض الرحلات بتبقى مؤثره على بعض المباريات. قدامنا الكابتن سيد الحفيظ مدير الكره، ريني فايلر المدير الفني، وبالتاكيد طبعا بجوار سفير مصر معالي السفير نبيل حبشي، دكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره اللي موجودين مع بعثه النادي الاهلي في هذه المباراه. الفريق وصل مباشره الى فندق الاقامه، ما فيش دقائق، زي ما قلت لكم اللعيبه كلها كانت في الغرف على طول، كان في وجبه غدا متحضره من الجهاز الاداري والبعثه هناك لكل اللاعبين قبل التحرك الى التدريب في ملعب الجامعه التونسيه، والتحرك كان متحدد بتوقيت زمني قبل ميعاد التمرين بنص ساعه. الفريق وصل الى ميعاد التمرين في نفس التوقيت اللي حدده الجهاز الفني الساعه 7، الساعه 7 بدا التمرين،
وانا معاكم بالتاكيد على الهواء دلوقتي. خلاص الفريق بيختتم التدريب في ملعب الجامعه التونسيه، وهو اول تدريب للفريق بعد مباراه الجونه وفي الاستعداد لمباراه النجم الساحلي. طبعا المباراه مباراه صعبه، مباراه النجم الساحلي من المباريات الكبيره والصعبه والكل بينتظرها في القاره الافريقيه. في مباريات كده في دوري ابطال افريقيا بتبقى مباريات كبيره الكل بينتظرها، الاهلي والترجي، الاهلي والنجم، الرجاء والترجي، اتحاد العاصمه والمولوديه. دوري ابطال افريقيا السنه دي في حزمه او مجموعه مباريات كبيره. اتحاد العاصمه هيلاعب الوداد، الرجاء هيلاعب الترجي، شبيبه القبائل هيلاعب فيتا كلاب، النجم هيلاعب الاهلي، مازيمبا هيلاعب الزمالك، الهلال هيلاعب بلاتينيوم الزيمبابوي. مباريات كلها مثيره ومباريات كلها هيكون فيها متابعه كبيره جدا للبطوله السنه دي. بالتاكيد فيها منافسه قويه وفرق سبق ليها الفوز بالبطوله، حوالي 10 انديه سبق ليها الفوز بدوري ابطال افريقيا وحتى البطوله الكونفدراليه البطوله الاخرى. طبعا الفريق وصل هزم، انتوا قدامكم اهي دي لقطات خاصه عقب المغادره من مطار كورتاج. احيانا كان بيبقى في جمهور بيستقبل البعثه فور الوصول، كمان لما كانت في جماهير النادي الاهلي بتسافر دايما مع الفريق كان بيبقى في اجواء ممتازه جدا مع الفريق في المطار او حتى عقب الوصول. ده في الطريق اهو قدامكم لقطات طريق الوصول من مطار كرتاج الى فندق الاقامه، وتحديدا كده طبعا لغايه لما تشوف اللقطات لغايه لما الفريق يوصل الفندق. الجهاز الاداري للاهلي دايما بيبقى ليه سياسه مختلفه، ليه استراتيجيه مختلفه لما الاهلي بيروح تونس. ممكن تقعد في وسط المدينه، طبعا الاقامه هناك في تونس على اعلى مستوى، فنادق واقامه ومكان ممتاز جدا. لكن في بعض الاماكن بتبقى هاديه، الاماكن الهاديه دي بتبقى فرصه للاجهزه الفنيه واللعيبه ان هي تقعد فيها بعيدا تماما عن صخب العاصمه والضوضاء اللي موجوده في العواصم. فالفريق موجود في مدينه داخل العاصمه التونسيه تونس، يعني بعيد شويه عن زحمه العاصمه والضوضاء شويه عشان تبقى اللعيبه مركزه بالنسبه لمباراه النجم الساحلي. كمان بيراعى بشكل كبير جدا وانت موجود في فندق الاقامه، بتشوف المساحه او المسافه اللي ما بين الفندق وملعب التدريب او ملعب المباراه. يعني بيفضل ان انت ما تقعدش في مكان حتى لو مكان مميز جدا بس يبتعد عن الملعب المباراه بحوالي ساعه ساعه ونص. ده بيبقى فيه ارهاق على اللعيبه وهم رايحين للتمرين او راجعين او رايحين حتى يوم الماتش. فاختيار الفندق بيبقى ليه معايير وليه مواصفات، مكان هادي بعيد عن اي ضوضاء او صخب او زحمه، قريب من ملعب التدريب، قريب من ملعب المباراه. والاهلي سبق ليه السفر لتونس مرات كثيره جدا يعني، فالجهاز الفني او الجهاز الاداري عنده خبرات كثيره جدا ازاي يقدر يختار مكان مناسب بالنسبه للبعثه في هذه المباراه. طبعا 22 لاعب هم قوام البعثه اللي اختارها الجهاز الفني في هذه المباراه: محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف وعلي معلول، محمود وحيد، حسام عاشور، عمرو السوليه، اليو ديانج، وليد سليمان، احمد الشيخ، محمد مجدي قفشة، جونيور اجاييه، رمضان صبحي وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد ازارو. لو تاخدوا بالكم من القائمه وعدد اللاعبين، 22 لاعب كان نفس القائمه والقوام اللي كان موجود مع بعثه النادي الاهلي في الجونه. والجهاز الفني لما اشتغل على مباراه الجونه كان بيشتغل للمباراتين، ان هو يضم لعيبه لهذه المباراه مباراه الجونه ونفس القائمه اللي هتسافر معاه من الجونه الى العاصمه التونسيه تونس مباشره عشان تكون جاهزه. لذلك القائمه اللي كانت موجوده في مباراه الجونه هي القوام الرئيسي للقائمه الافريقيه اللي هتكون موجوده ان شاء الله في مباراه النجم الساحلي. حتى في التغييرات، حتى في التشكيله الاساسيه، كان في راحه لاحمد فتحي، كان في راحه لاليو ديانج، كان في راحه لوليد ازارو، في كان تفكير للجهاز الفني اثناء المباراه ان هو يريح لعيبه ويجهز لعيبه لمباراه النجم الساحلي ان شاء الله عشان تكون بدايه قويه والانطلاقه قويه جدا. طبعا ريني فايلر الجزء الاداري برضه مهم جدا بالنسبه له، هو يطمئن على ترتيبات السفر والبعثه واخر الترتيبات الخاصه بالوصول وملاعب التدريب وبرنامج الفريق خلال ال 72 ساعه القادمه. الفريق مجرد ما يصل لتونس بيتحدد برنامج زمني منذ الوصول حتى المغادره، بيتحدد في هذا البرنامج مواعيد التدريبات، مواعيد وجبات الغداء والفطار والعشاء، مواعيد المحاضرات، القاعه نفسها اللي هيكون فيها المحاضرات الهايلايتس اللي بيعرضها الجهاز الفني للعيبه قبل هذه المباريات المهمه والكبيره، ميعاد المغادره الى ملعب التدريب، العوده من التدريب، الجيم، الجاكوزي، الامور كلها اللوجستيه المهمه جدا لاي عمل جهاز فني بالنسبه لتحضيره لاي مباراه كبيره في التوقيت الحالي. زي ما قلت لكم الاهلي بيخوض تدريبه في هذه اللحظات على ملعب الجامعه التونسيه، وده اول تدريب لفريق النادي الاهلي في تونس. السفير المصري في تونس دعا بعثه النادي الاهلي على العشاء الليله، وطبعا ده شيء متبع دايما لما بيكون النادي الاهلي في اي رحلات خارجيه من كل البعثات او من كل السفارات اللي موجوده في الدول الافريقيه، بيكون في تواصل دائم مع المسؤولين ومع السفارات
لانهاء كافه الترتيبات، وحتى جلسات بتبقى وديه في حضور مأدبه العشاء اللي بتقيمها السفاره المصريه لبعثات النادي الاهلي خلال الرحلات الاخيره. كابتن سند الحفيظ كان ليه تصريح مهم جدا عقب مباراه الجونه، وقال فيه ان الجهاز الفني اغلق تماما صفحه مباراه الجونه سواء بايجابياتها او سلبياتها، واللي كانت سلبياتها الحمد لله بسيطه وقليله جدا، لان الجهاز الفني استفاد بشكل كبير من هذه المباراه، مكسب معنوي، مكسب فني، اداء ممتاز، اداء بدني كمان رائع، جمل تكتيكيه، كمان روح معنويه هتكون ممتازه جدا قبل مباراه النجم الساحلي، وان شاء الله هيكون التحضير والتركيز بالنسبه للفريق كبير قبل هذه المباراه. كابتن سيد قال ان الاهلي طبعا بيحترم فريق النجم الساحلي بشكل كبير جدا، لان فريق النجم احد الفرق الكبيره والخبرات الكبيره في البطولات الافريقيه. المباراه بالتاكيد هتكون صعبه للغايه، ودايما نتائج الاهلي والنجم في تونس تحديدا نتائج متقاربه. سبق للاهلي قبل كده ان انتصر على الصفاقسي، انتصر على الترجي، لكن مباراه الاهلي مع النجم في تونس تحديدا او في سوسه بتبقى مباريات قريبه من بعضها، سواء خساره بهدف او تعادل ايجابي او تعادل سلبي. طيب لمزيد من التفاصيل انا بروح مباشره الى العاصمه التونسيه تونس، ومعي على الهاتف احد الزملاء الاعلاميين في تونس، ناقد رياضي كبير وصحفي واعلامي كبير في تونس واذاعي في احدى الاذاعات التونسيه، الاستاذ فهمي البرهومي. استاذ فهمي مساء الخير، يعيشك. اهلا بيك، اهلا بيك محمد، مرحبا بكم، مرحبا بكل مشاهدين وكل متابعين قناه الاهلي في مصر، ويعيشك يا بطل تونس. يعيشك صديقي، واخبارك واخبار تونس ومباراه النجم الساحلي والاهلي بالتاكيد مباراه كبيره جدا، الاعلام التونسي والاعلام المصري يعني بيهتم بها بهذه المباراه بشكل كبير جدا، وظهرت هذه الاهتمامات خلال حديث الصحف والاذاعات في الساعات القليله الماضيه. الو الو فهمي سامعني؟ الخط ما كان مشوش شويه، ما سمعتش السؤال محمد، يعني كنت تتحدث على المباراه وكيفاش نعيشها في تونس، ما اعرفش كان سمعت مليح ولا لا. الاجواء هناك في تونس لهذه المباراه، اجواء فريق النجم، كمان المباراه مش في سوسه هتكون في رادس، فاطلعنا كده عن كل التفاصيل الخاصه بهذه المباراه. نعم بالفعل، ممكن لاول مره باش يتقابل الاهلي ولا النجم الساحلي في ملعب رادس، وهي حلقه اولى على اعتبار معكم، وهي عندكم المعلومه في مصر كونه ملعب اولمبي سوسه في اشغال لمده عامين كما كان عندكم في استاد مصر في القاهره كان مغلق للصيانه، المره هذه ملعب سوسه باش يكون مغلق للصيانه، والنجم نعطي لوائح الكاف ما نجمش يلعب في اي ملعب، لازم يكون ملعب مطابق للوائح الكاف والفيفا، فاختار كاينه يلعب في ملعب رادس، يمكن هذا يكون عامل ايجابي للاهلي المصري كثير هذا، يجب النجم الساحلي يستغل ارضيه الميدان. صحيح المقابله ما عندهاش حجم كبير برشا على اعتبار هي مقابله جايه في دور مجموعات، يعني الاكيد والثابت ان شاء الله، وهذا ما نتمناه ان شاء الله ونتمناه انتم في مصر كاهلي وايضا احنا في تونس كجماهير النجم الساحلي، كون الاهلي والنجم هم بيصعدوا من المجموعه هذه للدور القادم، لان البطوله ما زالت طويله بتاع كاس افريقيا. يمكن اللي يسيطر اكثر على الماتش هذا وشنو يسبقه هو ما يحدث داخل النجم الرياضي الساحلي وعدم الاستقرار الاداري وانسحاب رئيس النادي السيد رضا شرفدين، هذا ممكن يطغي اكثر على الامور الفنيه والمواجهه بين النجم الساحلي والاهلي المصري. طيب قوام الفريق، يعني كان عندنا معلومات ان قوام فريق النجم الساحلي مش هيكون مكتمل في هذه المباراه، هل في غيابات؟ نقص الصفوف، القايمه كمان مش مكتمله كقيد في افريقيا حصل بالنسبه للنجم الساحلي، قياده فنيه جديده كمان، خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الاسباني اللي كان بيقود النادي الاهلي قبل 4 سنوات من الان، الامور الفنيه في النجم وعدد اللاعبين في القايمه وتصريحات جاريدو قبل مباراه الاهلي. اكيد النجم الساحلي مش يكون منقوص من صدام بن عزيزه، لاعب اساسي، لاعب محوري، لاعب للمنتخب التونسي، نعتقد انه غياب هام ضد مواجهه هامه ضد الاهلي المصري، لكن ممكن النقطه المهمه الطاقم الفني الجديد اللي حكيت عليه محمد، نحكيو على الاخوان كارلوس جاريدو اللي انتم تعرفوهم بيحكي الان النادي الاهلي كان درب الفريق هذا، انه اخوان كارلوس جاريدو في ثاني مباراه رسميه لي مع النجم الساحلي بعد ما لعب المباراه في البطوله مع اتحاد بن جازان، وكان تعادل النجم ضد اتحاد بن جازان خارج ميدانه، الحقيقه مازلنا ما نعرفوش المدرب هذا على الاختيارات الفنيه نتاعه كيفاش باش يوظف اللاعبين امام الاهلي المصري، لكن حط اخر مباراه ليه واول مباراه لعبها ضد اتحاد بن جازان تقريبا لعب نفس الرسم اللي كان عليه المدرب اللي يسبقه ما غيرش كثير، هذا بالطبيعه ممكن ما يحبش يجازف، لكن نكتشف خوان كارلوس جاريدو في مواجهه حاسمه وكبيره كما ضد الاهلي المصري. عدد اللاعبين في هذه المباراه ممكن يكمل دكه البدلاء يبقى 18
ولا الرقم اللي وصل لي او الارقام اللي اتقالت حوالي 15 لاعب او 16 لاعب فقط، الارقام دي صحيحه فعلا؟ ما سمعتش السؤال منيح، لكن يبدو انك تقصد نقص اللاعبين على مستوى القائمه. نقص الصفوف بالفعل هذا اشكال كبير برشا في النجم الرياضي الساحلي، والنجم كان يعني قدم الطلب للكاف على اساس انه يضيف لاعبين القائمه الافريقيه، وهذا يعني ما خداش الرد نتاعه، ربما يستنى الجوله الثانيه باش يضيف لاعبين. يعني صحيح المدرب شاف روحه في اشكال كبير برشا، وهذا خطا اداري وسوء برمجه من اداره النجم الساحلي، اللي كانت يعني ثمان لاعبين كانوا باش يغادروا في الاخير بقاو في النجم، وهم لاعبين اساسيين لقواحهم خارج القائمه الافريقيه، وهذا ممكن عامل يفيد الاهلي ويقلق الاطار الفني. لكن عليه انه الاطار الفني من المجموعه الحاليه انه يحاول يلقى الحلول وانه يخرج نتيجه ايجابيه من المباراه هذه. طيب اقامه المباراه في رادس يا استاذ فهمي، هيكون في تنقلات او في حضور جماهيري كبير من جماهير النجم من سوسه الى رادس، ولا الحضور الجماهيري ازاي، او حتى الاقبال على التذاكر؟ لان كمان النهارده اسعار التذاكر نشرت عبر الاعلام او الصحافه التونسيه، والارقام مش كبيره، يعني 7 دينار درجه ثالثه الى 800 دينار رقم المبلغ اللي هو تذكره الماسوره. صحيح، يعني التذاكر هذيك تقريبا الاسعار الموجوده، الاسعار الموجوده يمكن هي فرصه للجماهير النجم يتنقلوا. صحيح ممكن الوقت نتاع المقابله انه يمكن يساعد ما يساعد جماهير النجم، لانه التنقل يتكلف شويه، لكن انا نتصور ان جماهير النجم باش تكون رده فعل نتاعها ان تحاول تساند الفريق نتاعها. ما ننساوش محمد، ممكن عندكم المعلومه ولا لا، كونه النجم الساحلي عنده مشاكل على مستوى مشاكل ماليه، ثم حملات على مستوى صفحات النجم الساحلي لجمع تبرعات لكونه دفع ما يمكن دفعه من لانعاش خزينه النادي، فهذا فرصه كونه الجماهير تجي تفرج في الفريق نتاعها، وايضا كونه تقدم مبالغ اللي تنجم تساعد النجم الساحلي في قادم المشوار. نتصوروا ان شاء الله نتوقعوا حضور جماهير النجم في الماتش هذا. اخر سؤال استاذ فهمي، المشاكل الاداريه او الامور الاداريه المتعلقه بالنادي ليها تاثير سلبي على الفريق حتى نتائجه في الدوري المحلي؟ هل مستمره لغايه اللحظه دي، ولا هناك فصل ما بين الفريق مع الامور الاداريه من خلال جريده بعد ما تولى المسؤوليه خلال الاسبوع الماضي في الدوري التونسي؟ نقول لك انه طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالصديق الاعلامي الاستاذ فهمي البرهومي الاذاعي التونسي والناقد الرياضي في احدى الاذاعات الرياضيه التونسيه. يعني اذا كان رجع لنا تاني ممكن نفهم منه او نعرف منه التفاصيل المتعلقه بهذا الموضوع بالنسبه للمرحله الجايه، عشان برضو كل الجماهير تكون عارفه النجم ازاي بيستعد لهذه المباراه. ابرز الغيابات الناس كنا اكيد عايزين نقول لها برضو، ابرز المعلومات المتعلقه بفريق النجم، مين هيكون موجود مين هيكون غايب، القياده الفنيه لاخوان كارلوس جاريدو مع فريق النجم الساحلي لسه متولي المسؤوليه من فتره قريبه جدا، فالتعرف على اللاعبين واستعداده لمباراه الاهلي، تصريحاته حتى كمان في الصحافه التونسيه بالنسبه لهذه المباراه. طيب عموما مفيش مشكله، احنا نكتفي بهذا القدر بخصوص المتابعه في تونس وكيف راى الاعلام التونسي هذه المباراه ومتابعه الصحافه التونسيه لهذه المباراه، خاصه ان كمان فهمي البرهومي اتكلم عن جزئيه مهمه جدا وهي فكره التنقل ما بين سوسه الى رادس، مسافه على فكره بعيده وكبيره ما بين سوسه كمدينه ساحليه الى الوصول للعاصمه، لان كمان رادس هي مدينه داخل العاصمه مش في وسط العاصمه، يعني استاد المنزه هو اللي موجود في وسط العاصمه التونسيه تونس، لكن ملعب رادس هي مدينه او قريه اولمبيه في اطراف العاصمه التونسيه تونس، ما بين العاصمه والقريه الاولمبيه حوالي 40 كيلومتر. لما بتتنقل كمان من مدينه ساحليه زي سوسه الى العاصمه التونسيه تونس ثم تنتقل الى المدينه الاولمبيه في ملعب رادس، بتصل الطريق الى حوالي 150-180 كيلو، زي بالظبط كده لما النادي الاهلي بيسافر لبرج العرب في الاسكندريه، ودايما جمهور سوسه يعني متعود انه يحضر مباريات النجم في ملعب سوسه. شكلها غريب جدا بالنسبه لهم ان هي اول مره يروح يلعبوا في ملعب رادس، وده حصل مع الصفاقسي عام 2006 لما بدل ما يلعب المباراه النهائيه على ملعبه الطيب المهيري في صفاقس لعب المباراه في ملعب رادس. نفس الامر بيتكرر بس مع النجم الساحلي، هيكون موجود في ملعب رادس الملعب الاولمبي وملعب العاصمه التونسيه تونس. طيب مكملين لسه في موضوع بعثه الاهلي والاستعداد لمباراه النجم، كابتن سامي قمصان النهارده عاد الى القاهره وهيكون موجود الفتره اللي جايه في تدريبات فريق النادي الاهلي مع المجموعه، مش هقول مستبعده بس المجموعه اللي هي محتاجه تتاهل الفتره الجايه، المجموعه اللي لسه عندها اصابات طفيفه في المرحله اللي جايه، في استبعاد لعدد من اللاعبين كانوا موجودين في تدريبات التتش النهارده ولغايه يوم الجمعه
وعوده الباسه، هيكون الكابتن سامي معاهم في التدريبات لغايه يوم الخميس، ثم هيسافر ان شاء الله الى تونس ليله المباراه عشان يكون موجود مع البعثه ان شاء الله في مباراه النجم الساحلي. عايز اقول جزئيه مهمه جدا واحنا بنتكلم على مباراه النجم الساحلي. دوري ابطال افريقيا السنه دي ليه تعامل وليه خصوصيه عن الفترات السابقه. مباراه النجم الساحلي هي اولى مباريات النادي الاهلي في دور المجموعات. وهذه المباراه محطه جيده جدا في الانطلاقه لهذه البطوله. بمعنى نتيجه ايجابيه في تونس مع النجم الساحلي لجهاز فني جديد لسه بيخوض غمار المشوار الافريقي لاول مره. نجح في المحطات السابقه لكن دور المجموعات دايما الجماهير بتنظر لها نظره مختلفه. وهذه التفاصيل موجوده عند ريني فايلر، لان ريني فايلر ما بيشتغلش مع الاهلي كشغل فني فقط، لا ده كمان بيقرا وبيدرس وبيشوف طبيعه النادي والمكان اللي هو بيشتغل فيه. عارف كويس قوي ان دوري ابطال افريقيا هدف اساسي بالنسبه لفرقه الكوره خلال المرحله اللي جايه. والبدايه مع النجم الساحلي في تونس بدايه مهمه جدا للاهلي والجمهور الاهلي بالنسبه للبطوله. والبطوله السنه دي بمواعيدها الجديده اكنك بتلعب دوري، لان المواعيد الجديده احنا بنتكلم في مساحه زمنيه ما بين كل مباراه والتانيه حوالي اسبوعين او 10 ايام، وفي مرحله تانيه ممكن توصل ما بين مباراه واخرى اسبوع. ففجاه هتلاقي نفسك وانت بتلعب 30 نوفمبر اول مباراه في دور المجموعات او 29 نوفمبر يوم الجمعه، هتلاقي نفسك بتختتم مباريات الدور الاول 31 يناير. يعني احنا بنتكلم في حوالي شهرين، في 60 يوم هتلعب 6 مباريات. ده التعديل الجديد اللي حصل في جدول الدوري، واللي قصدي اللي حصل في دوري ابطال افريقيا، وده هيبقى ليه انعكاس على جدول الدوري وهتكلم معاكم فيه، بس لما اخلص الاول موضوع الاهلي والمشوار الافريقي، لان جدول الدوري عندي لكم مواعيد ومفاجآت ممكن تحصل بالنسبه للمرحله اللي جايه، وتصور مبدئي للدوري امتى ممكن ينتهي، او الدور الاول ممكن ينتهي امتى بعد تسكين المواعيد الافريقيه حتى هذه اللحظه. فبالتالي دوري ابطال افريقيا 6 مباريات هيتلعبوا في ظرف 60 يوم. لو بتعمل متوسط يعني مباراه كل 10 ايام، 3 مباريات على ارضك، 3 مباريات خارج ارضك، فبالتالي معدل زمني صغير جدا وضيق جدا بالنسبه للمباريات الافريقيه، وهيكون مساحه لعب الماتشات الافريقيه اكتر من مباريات الدوري المحلي في هذه الفتره الزمنيه من 29 30 نوفمبر لغايه 31 يناير. كمان بعد ما تخلص ده هتلاقي نفسك بتلعب دور الربع النهائي ان شاء الله باذن الله لما الاهلي يتاهل للمرحله التاليه، الدور ربع النهائي في ظرف اسبوع 28 فبراير 7 مارس. فبرضو المباريات متلاحقه في البطوله الافريقيه بمساحه زمنيه صغيره. فانت انت بتبدا المشوار الافريقي المباراه والانتصار هيجيب انتصار. ده بقى الرساله اللي انا عايز اقولها، انك لما تبدا بدايه جيده مع النجم الساحلي وعامل مكسب ان شاء الله باذن الله او على اقل تقدير تعادل، المكسب او الانتصار او النقاط هتجيب بعضها، لان عندك مباراه النهارده، اسبوع 10 ايام عندك مباراه ثانيه، اسبوع 10 ايام عندك مباراه ثالثه، فتلاقي العجله دارت بالنسبه للمشوار الافريقي ودخلت في غمار، وزي ما بيقولوا كده في لغه الصحافه، غمار المنافسات الافريقيه ومباريات صعبه وقويه. نجم منافس قوي الهلال السوداني، والاحداث اللي موجوده في مباريات الدوري السنه دي بتزداد او بتزيد هذه المباراه صعوبه لما الاهلي يروح السودان ويلعب مع نادي الهلال، او حتى الهلال لما يجي يلعب في القاهره مع الاهلي. دايما مباريات الهلال والاهلي مباريات ديربي، مباراه كبيره جدا ما بين الانديه المصريه والانديه السودانيه. بلاتينيوم الزيمبابوي منافس تواجد اخيرا في دوري ابطال افريقيا خلال السنوات اللي فاتت، لكن رحله لزيمبابوي رحله في ادغال افريقيا، مباراه بالتاكيد محفوفه بتفاصيل مهمه لازم تركز ولازم تشتغل عليها بشكل كبير جدا. لذلك 22 راجل موجودين في بعثه النادي الاهلي مع جهاز فني ذكي جدا وبيعرف ازاي يتعامل نفسيا وفنيا مع هذه المباريات، يحضرها بشكل ايجابي ان شاء الله باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه في هذه المباراه عشان تكون انطلاقه للمرحله اللي جايه. عايز برضه افكركم بجزئيه مهمه جدا، يمكن بعد فقره الانترو النهارده معانا ضيفين مهمين جدا. الفقره الحواريه الاولى وهيكون معايا فيها الاستاذ جمال الزهير الناقد الرياضي الكبير، فرصه طيبه القي الضوء معاه ونتكلم في تفاصيل مهمه بالنسبه للمرحله الجايه، سواء في تغيير مواعيد الاجنده الافريقيه، ما هو التصور المبدئي لجدول الدوري في المرحله اللي جايه، المنتخب الاولمبي الفتره الجايه هيستعد ازاي لاولمبياد طوكيو، الدوري المصري المرحله الجايه والمنافسه شايفينها ازاي في ظل البدايه القويه للنادي الاهلي سواء قبل التوقف او بعد التوقف، المنافسه في الدوري، في تفاصيل كثيره هنناقشها مع الاستاذ جمال الزهيري. الفقره الحواريه الاخيره هيكون مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وهيكون النهارده في ضيافه الاستاذ محمد الطويله رئيس نادي نجوم المستقبل، وحديث مهم جدا مع عمر ربيع ياسين في الفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله.
اخر كم خبر معايا قبل ما اتطرق لفكره الدوري المرحله الجايه والتصور المبدئي لجدول الدوري بالنسبه للمرحله اللي جايه. طبعا كلنا عارفين بعد مباراه النجم الساحلي النادي الاهلي ان شاء الله هيرجع عنده مباراه يوم الثلاث الجاي زي النهارده مع نادي بني سويف في دور ال 32 لكاس مصر، المباراه على استاد القاهره ان شاء الله الثلاث الجاي زي النهارده، مباراه في دور ال 32 لكاس مصر. وده الميعاد اللي اتحدد بالنسبه لهذه الفتره بالنسبه للكاس، لكن بعد مباراه بني سويف عندك مباراه مع الهلال السوداني 6 أو 7/12 ان شاء الله في بدايه هذا الاسبوع من شهر ديسمبر، ثم ننتظر بقى التصور المتعلق بجدول الدوري واللي هتكلم معاكم فيه. لكن بعد ما اتكلم بس الاول عن الخبرين اللي معايا، لان نادي بني سويف هيلعب مع النادي الاهلي في الكاس، وعلى الاقل على الاقل اذا ما حققش استفاده فنيه ومكسب على الاهلي في الكاس، على الاقل حقه ان هو يستفيد ماديا او وجهه نظره بالنسبه للمشاركه في الكاس ممكن يستفيد بهذه المرحله ازاي، عشان لما وصل للدور ال 32 وصل لها بعد مشوار طويل ان اتلعب اكتر من دور تمهيدي في كاس مصر. قدامي خبر مكتوب فيه ان نادي بني سويف وقع مذكره رسميه للتضامن مع انديه قنا وفاركو وبيله للمطالبه اتحاد الكوره بسداد المستحقات المتاخره لهذه الانديه بعد صعودها لدور ال 32 في كاس مصر، رافضين ارتداء قميص اتحاد الكوره في المباراه الا بعد سداد المستحقات المتاخره. مباريات الكاس حقوق الرعايه الاعلانيه والاعلاميه والفضائيه التلفزيونيه هي ملك اتحاد كره القدم، فالانديه كلها تلتزم بهذه الحقوق في مباريات كاس مصر. نادي بني سويف من خلال هذا الخبر وخلال هذه المذكره اللي تضامن فيها مع كذا نادي بيرتدي التيشيرت اللي عليه رعاة اتحاد الكوره، فهو قال مش هلعب مباراه الاهلي في الكاس الا لما اخد مستحقاتي عن المشاركه في الكاس، وان انا ارتديت شعار اتحاد الكوره في هذه المباراه. النادي تقدم مذكره لاتحاد الكوره اعتراضا على تاخر المستحقات. لكن بشكل عام يعني هذه الاخبار دايما بنتابعها ودايما بنقراها لما بيكون في مباريات كبيره او مباريات هامه، سواء حتى في حقوق رعايه او حتى في حقوق بس فضائي، لكن في النهايه حقك بالتاكيد هيجي. يعني اتحاد الكره لو انت ليك نسبه ماليه من هذا الموضوع متحدده في اللائحه، الاتحاد هيبعتها سواء النهارده او بكره او قبل المباراه او حتى بعد المباراه. كمان نادي انا قال ان هو اتقدم في مذكره في التضامن مع نادي بني سويف في هذا الموضوع، وقال ان المذكره اتقدمت عقب سحب مراسم قرعه دور ال 32 في وجود لجنه المسابقات لما عملت مراسم القرعه. المباراه نادي انا هيلعب في دور ال 32 في الكاس، وعندهم مباريات في الفتره اللي جايه، فكل واحد بيحاول يحافظ على مستحقاته او حقوقه الماديه، وطبعا هم مش موجودين في الدوري الممتاز، فالامور الماديه تحت في الدرجات الادنى بتبقى قليله وبتبقى بسيطه، فبيبقوا دايما حريصين على الاستفاده القصوى باي مباراه كبيره ممكن تيجي في طريقهم، سواء في مباراه في الكاس او حتى لما يصعدوا ويلعبوا في الدوري، سواء مع الاهلي مع الزمالك مع الاسماعيلي مع الانديه الجماهيريه الكبيره بالنسبه للمرحله القادمه. طيب الجزئيه المتعلقه بقى بالدوري العام بالنسبه للمرحله اللي جايه. يوم الخميس الماضي كنا صحاب بالتاكيد اول جهه اعلاميه وانفراد في الحديث عن تعديل الاجنده الافريقيه لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه خلال الفتره الجايه بعد تغيير موعد كاس الامم الافريقيه للمحليين من شهر يناير وفبراير الى شهر ابريل. وجالنا تصور مبدئي قبل ما يعلن بحوالي 48 ساعه من الاتحاد الافريقي بشكل رسمي ان المباريات ستقام في هذه الفتره الزمنيه بدءا من في الجوله الرابعه والخامسه والسادسه بعد التعديل الاخير، هتكون المباريات 11 يناير 25 يناير 1 فبراير او 31 يناير. هذا التعديل صاحبه تعديل اخر في مواعيد مباريات دور الثمانيه، الدور قبل النهائي والمباراه النهائيه، حتى كمان ميعاد قرعه دور الثمانيه حتى المباراه النهائيه اتغير ميعادها من شهر مارس الى 9 فبراير، ومباراه السوبر الافريقي اتحدد ميعادها يوم 14 فبراير، ففي نفس التوقيت مش هيكون فيه مباريات بالنسبه لدور المجموعات او افريقيه سواء في دوري الابطال او الكونفدراليه عشان مباراه السوبر. لكن هذه التعديلات قلنا نشوف تاثيرها على الدوري المصري. الدوري المصري لغايه دلوقتي ما تلعبش منه غير حوالي 4 أسابيع بالنسبه للنادي الاهلي، عنده مباراتين مؤجلتين، مباراه المصري ومباراه نادي الزمالك. لكن احنا بنتكلم باقي حوالي 30 اسبوع. ال 30 اسبوع ازاي هيتوزعوا على الفترات الزمنيه او المواعيد الفاضيه في التسكين المباريات بعد ما اتحطت خلاص مباريات الانديه الافريقيه في الفتره اللي جايه. عندك 29 نوفمبر مباراه النجم الساحلي، 3 ديسمبر كاس مع بني سويف، 6 ديسمبر او 7 ديسمبر مباراه الهلال السوداني. لكن بعد كده حد عارف الاهلي هيلعب امتى؟ هيلعب مع مين؟ هيمشي ازاي في المباريات؟ ودي جزئيه الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم فيها بشكل مهم جدا بعد مباراه الجونه بالامس، وقال المفروض النهارده كنت العب مع دجله، لكن مش هتفرق خلاص، لعبت مع الجونه بعد ما ارجع من مشوار افريقيا، في ترتيب للجدول
نمشي عليه لغايه لما نسكر المباريات المؤجله في المرحله الجايه. فمنتظر لما يعلن الجدول، المباراه القادمه للنادي الاهلي في الدوري هتكون مع وادي دجله في الاسبوع السابع، لان خلاص اتلعب 6 اسابيع، الاهلي لعب منهم 4 وعنده مباراتين مؤجلتين، مباراه المصري ومباراه الزمالك. طيب من 6/12 ل27/12 مباراه افريقيا، احنا بنتكلم في ظرف 20 يوم. في ال 20 يوم ممكن تلعب مباراه كل 4 ايام او 5 ايام، فهتلعب 4 مباريات في الدوري، فهتوصل للاسبوع العاشر. هتلعب مباراه بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا يوم 27/12. ما بين 27/12 ل11 يناير عندك مساحه زمنيه 15 يوم ايضا. هتلعب فيهم حوالي 3 مباريات، لان في مباراه منهم هتكون خارج مصر. فالمباراه اللي بتبقى خارج مصر في مساحه زمنيه حوالي 4 ايام للفرقه عشان تلحق تسافر وتلعب بره، فهتوصل للاسبوع ال 13. 11 يناير مباراه بلاتينيوم. طيب من 11 يناير ل25 يناير مباراه الجوله الخامسه، عندك فتره اسبوعين هتلعب فيهم برضو 3 مباريات، لان عندك فيها سفريه في البطوله الافريقيه، فهتوصل للاسبوع ال 15. بعد 20 يناير مش هتقدر تلعب دوري، لان عندك في ظرف اسبوع مباراتين ورا بعض، 25 يناير 31 يناير جوله الخامسه والسادسه في دوري ابطال افريقيا. بعد ما تخلص ده عندك شهر 2 فرصه طيبه انك تلعب باقي المتبقي في الدور الاول حتى موعد مباراه الدور ربع النهائي ان شاء الله لما نتاهل. مباراه دور ربع النهائي ان شاء الله يوم 28 فبراير. فمن 1/2 ل 28/2 عندك مساحه زمنيه اكتر من 3 اسابيع تلعب فيها الاسبوع ال 15 وال 16 وال 17، ولو في مباراتين لسه في الدوري مؤجلين لمباراه المصري والزمالك، فخمس مباريات. اذا انت لغايه 28/2 هيكون بينتهي موعد الدور الاول للدوري العام. طيب بعد 28/2 تقدر تلعب دوري؟ هيبقى صعب، لان بعدها باسبوع مباشره يوم 7/3 او 6/7/3 عندك مباراه اياب دور الربع النهائي، مباراه دور الثمانيه. اذا بالورقه والقلم بالمواعيد المقترحه والتصور المبدئي لجدول الدوري والفراغات اللي اتسكنت بعد مباراه افريقيا، الدور الاول سينتهي في الاسبوع الاخير من فبراير اول مارس، بشرط اذا لم يحدث اي تعديل على اي مباراه، والمواعيد والمباريات متسكنه بالعافيه بسبب هذه الارتباطات الافريقيه والاجنده اللي اتغيرت من الاتحاد الافريقي. طيب بعد 7/3 فرصه طيبه انك تلعب مساحه زمنيه لكل مباريات الدوري في هذه الفتره، انك من 7 مارس لغايه اول مايو ما عندكش غير توقف واحد، هو متعلق بالمنتخب الوطني الاول اللي عنده اجنده افريقيه لتصفيات كاس العالم 2022 في الفتره من 23 مارس الى 30 مارس. فعندك 12 مارس، 17 مارس، 21 مارس، بعد التوقف 5 ابريل، 9 ابريل، 13، 17، 21، 26 ابريل ممكن تلعب فيهم ما يقرب من حوالي 8 مباريات في الدوري العام. يعني ممكن لغايه نهايه مارس توصل ل 25 26 اسبوع في الدوري العام. طيب من 1/5 ل 8/5 دخلت بقى في مرحله السيمي فاينال في بطوله افريقيا. من 1 ل 8/5 في الاسبوع ده هتلعب مباراه ذهاب وعوده، صعب قوي تسكن ما بينهم مباراه، لانك لما بتوصل لنهايات مساحه الراحه للفرق اللي بتلعب في مباراه افريقيه بالخارج بتزيد من 4 ايام ل5 ايام. فمن 1 ل 8 مايو مفيش مساحه لاي دوري، هتلعب ان شاء الله سيمي فاينال دوري ابطال افريقيا في هذه المساحه الزمنيه. طيب من 8 مايو ل29 مايو عندك مساحه 20 يوم تقدر تلعب فيهم دوري، بس هتلعب كام مباراه؟ يعني ان شاء الله باذن الله نصل نهائي افريقيا يوم 28 مايو، وان شاء الله باذن الله حتى النهائي باذن الله يا رب يكون في استاد القاهره ويوقع الاختيار على استاد القاهره. طيب في هذه الفتره الزمنيه ممكن يكون كام مباراه؟ 3 4 مباريات، فممكن تصل لمرحله الاسبوع ال 29 او الاسبوع ال 30. اذا لغايه نهايه دوري ابطال افريقيا 29/5 هيكون لعبت في الدوري 29 30 اسبوع في الدوري العام. يتبقى ليك شهر 6. شهر 6 عندك فيه شهر كامل هيكون فيه تصفيات كاس عالم، وعندك فيه استعدادات المنتخب الاولمبي لدوري طوكيو اللي ممكن تبدا في الاسبوع الاخير من 6 واول 7، لان اول ماتش في طوكيو هيكون 23/7. فعندك مساحه تلعب الاسبوع ال 30، ال 31، ال 32، 33، ال 34، 5 مباريات في الدوري. عندك وقت تلعب الكاس وشوف ميعاد السوبر ممكن تحطه ازاي. اذا التصور اللي موجود لهذه المواعيد هيكون كافي لنهايه الدوري قبل 30/6. طب مواعيد كاس مصر بعد التأهل مع مباراه بني سويف دور ال 16 8 سيمي فاينال الفاينال، في هذه المواعيد هيبقى صعب جدا تسكنه. طب سوبر المصري موسم 2018 2019 هيبقى صعب جدا تسكنه. المواعيد دي محسوبه بالورقه والقلم، وهيبقى صعب جدا انك تكمل بعد 30/6، لانك لو حصل تعديل في شوط واحد او ميعاد مباراه واحده قولها الدوري شكرا، وهيتكرر نفس اللي حصل الموسم الماضي، وهتبقى رايح لسكه ان البطوله هتستكمل بعد دوره طوكيو، وهتخش في نفس ازمه الموسم الماضي. اذا
لا مجال لتعديل أي شوط أو أي مباراة في هذه المواعيد بالنسبة للمرحلة اللي جاية. ده التصور المتعلق بالأجندة في الفترة اللي جاية بعد إعلان الأجندة الإفريقية. ونتمنى إن شاء الله التصور ده أو نشوف الجدول النهائي يعلن خلال الساعات الجاية، لأن الأهلي خلال أسبوع عايز يعرف المرحلة الجاية هيشتغل عليها إزاي. الجهاز الفني عايز يحط برنامج بدني، عايز يحط برنامج فني، وده اللي قاله حتى الجهاز الفني وكابتن سيد امبارح بالأمس بعد مباراة الجونة. محتاجين نعرف بقى إزاي هنشتغل بعد أسبوع، مين عندنا، نلعب مع مين، هنسافر ولا الماتش هيبقى فين. مهم جدا يتحط بقى التصور بعد الاتحاد الافريقي ما غير الاجنده، وده عامل ارتباك في الدوريات كلها مش في الدوري المصري بس. طيب اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل الاستاذ والناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري رئيس القسم الرياضي في اخبار اليوم وصاحب سلسله كبيره جدا من رئاسه التحرير في العديد من المجلات الرياضيه خلال الفتره الاخيره، نتكلم معاه عن تفاصيل كثيره جدا، وبالتاكيد هنلقي الضوء على مواعيد الاجنده المحليه والافريقيه بعد هذه التعديلات التي جرت على مواعيد دوري ابطال افريقيا ومدى تاثيرها على الدوري المصري بالنسبه للمرحله القادمه، لان احنا مش عايزين نعود للكلمه او الجمله الاساسيه اللي قلناها السنه اللي فاتت اهلا بالموسم الاستثنائي مره ثانيه. فاصل، والاستاذ جمال الزهيري ضيفا في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفني فيها كاتب صحفي كبير ناقد رياضي. دايما بتشرف ان انا موجود معاه لانه صاحب خبرات وقلم مهم جدا، وبيكتب في هذه التفاصيل الرياضيه والاوساط الرياضيه منذ سنين طويله. فالنهارده بينورني وبيشرفني في قناه النادي الاهلي الاستاذ جمال الزهيري الكاتب الصحفي الكبير ورئيس القسم الرياضي باخبار اليوم. استاذ جمال اهلا بك، منور الدنيا. ازي حضرتك؟ سعيد بوجودي معاك طبعا. دايما بسعد بوجودي معاك. الله يخليك يا استاذ محمد، الله يخليك. ودايما كده لما بنكون مع بعض بتجينا قضايا رياضيه لوحدها، هي بتفرض نفسها، مش بندور هي بتفرض نفسها على طول. اخر مره كان لو تفتكر حكم مركز التسويق والتحكيم، مظبوط صح؟ مظبوط، كان قبل الهوا مباشره، قبل الهوا بربع ساعه، رزق بقى. الحمد لله. الحمد لله. هبدا اتكلم مع حضرتك الاول في قضايا عندنا مهمه. اولا استئناف الدوري، الحمد لله البطوله استئنفت من جديد، انتصار الاهلي والاستثناءات اللي حصلت. انا حتى قلت الكلام ده في الانترو، في قاعده في الكوره لما بتبقى متغيب عن الكوره بقالك 50 يوم ما بتلعبش مباريات وديه حتى مش رسميه، بالظبط فورمه المباريات مش موجوده، الحاله الفنيه مش موجوده، مع فايلر بحس ان كل القواعد الاساسيه دي لا فيها استثناءات وبتتكسر. وحصلت حتى في بدايه المسابقه لما اشتغل مع الفريق ولسه داخل من 10 ايام ودخل وكانه بقاله سنه مع فريق النادي الاهلي. صح. الاستئناف المشوار شايفه ازاي وانطلاقه الاهلي مع الجونه، وازاي فايلر استفاد من المرحله دي 51 يوم مباراه وديه وحيده ومعسكر البعض وصف المعسكر ترفيهي كمان. وهو كان اقرب ما يكون. هو بالتاكيد انا متفق معاك اولا في ان فايلر بيقدم يعني لوك مختلف تماما للمدربين، سواء اولا هو لما تم التعاقد معاه او لما النادي الاهلي اعلن ان هو يتعاقد مع فايلر، ناس كتير ويمكن مش هنكر ان انا كنت واحد منهم كنت متخوف من التعاقد معاه بصراحة. أنا بتكلم بمنتهى الصراحة. هو ناس كتير قوي. لا وأنا لا أنا بعترف، هو الجديد إن أنا بعترف ان انا كنت، بس اقتنعت مباشره بمجرد مشاهدته وطريقه ادائه وطريقه تعامله مع الفرقه، وازاي هو قدر على طول ان هو يدخل في صلب الموضوع. وده برضو يدي اشاره الى ان هو كمدرب قوي بلا شك، لانه كل التخوفات دي هو ازالها. يمكن لو نتذكر او تاكدت مع اول لقاء قمه، كان هو لسه جاي بقاله قد ايه؟ مفيش، ما كملش فتره صغيره، حوالي اسبوع بالظبط، 10 ايام. ومع ذلك يعني انا حتى قلت يوميها انه اللي هيفرض وجوده في مباراه القمه هياخد دفعه كبيره جدا وهيستريح كتير جدا هو. صح. ليه؟ لانه الانتصارات الفوز بيهدي الاجواء، بالذات لو ديربي او كلاسيكو كمان. طبعا انت بتلعب يعني اللي هي المباراه الاكبر، القمه، فلما تكسبها طبعا يمكن ميتشو الناس واخده فكره عنه اكتر من خلال متابعتنا له في القاره الافريقيه، فكان في ثقه
بانه هو اللي هيبقى الافضل. سبحان الله الدنيا بدات بالعكس تماما. يعني فايلر عكس هذه الصوره بنسبه 100%. وكان الفوز في لقاء القمه وخد الدفعه. فانا بقول الفوز بيهدي الاجواء، غير ان هو ممكن لو واحد مدرب حتى كويس، هفترض انه مدرب كويس جدا، لو بداياته متعثره مش هيعرف يشتغل، لانه هيبقى محاط بتساؤلات كتير واستفهامات وضغوط وناس بتقول له ايه اللي حصل، طب كذا، كل الدوشه اللي حواليه دي 100% بتاثر على شغله. وبالتالي انا شايف ان فايلر بيقدم حاجات جديده لدرجه انه رغم عدد المباريات القليل اللي هو بيقود فيه النادي الاهلي، لانه هو بدا يدي ثقه عند جمهور الاهلي انه في مانويل جوزيه جديد مع النادي الاهلي، يعني مبكرا جدا، وان هو ممكن يبقى مدرب صاحب بصمه مع فرقه النادي الاهلي. وانا يعني مع الوقت ابتديت اتاكد من ده، ويمكن زي ما انت قلت انه بعد 50 يوم ولا 40 يوم من الراحه، انت متوقع ان احنا كلنا كنا متوقعين ان توقف الدوري هيبقى ضد الاهلي. الكل قال كده. لان الاهلي كان الكيرف بتاعه، قالك الكل هيستفيد والاهلي هو اللي هيتضرر. بالظبط، الكيرف بتاع الاهلي كان طالع وكان الانتصارات متتاليه، فبالتالي انك توقف فهي بقى من عند ربنا برضو. النيات يعني النيات صافيه. لان الاهلي كان ايه يعني ظلم في ان الدوري يتوقف، دخل في موضوع مش بتاعه، ودخل في موضوع مش بتاعه، والدنيا وكل حاجه مشيت عكس ما هو عايز، رغم ان هو الاصح او رغم ان هو موقفه السليم. فمن هذا ارجع اقول لك بقى انه المفاجاه الحلوه قوي ان الاهلي يرجع بعد هذا التوقف وكانه توب فورم، يعني ده 100%. برضو ما اعتقدش انه بيجي اعتباطا، يعني 100% في يعني ترتيبات معينه عملها المدير الفني والجهاز المعاون له، وحتى الرحله اللي كانت ترفيهيه قد تكون او مطلوبة. اللي اتقال لانه انت ممكن تبقى داخل امتحان صعب جدا وليله الامتحان تخرج تروح سينما مثلا، فده مطلوب برضه. مطلوب يعني مش يعني دايما يقول لك لما بتستعد لحاجه قويه مش بالعافيه. يعني لا ما تذاكرش ما تذاكرش اكتر من اللازم. لازم مخك ده يتنفس، فده ممكن يكون فكره، ممكن يكون يعني انا ما اعرفش هو بيعمل ايه، بس انا بقول ان هو اكيد مدرب فاهم ومتحضر وواعي ونفسي. وده مهم جدا، لان انت مش بتتعامل مع مكن، انت بتتعاملش مع الات يعني. فظهور طبعا الفريق في المباراه الاولى بعد التوقف امام الجونه، وتالق منقطع النظير لاغلب اللاعبين وعلى راسهم وليد سليمان اللي احرز 3 اهداف من 3 اماكن مختلفه يحتاجوا مهارات مختلفه، واللي ما كانش عنصر اساسي في اول 3 مباريات في الدوري مع ريني فايلر. بالظبط، لكن مع ذلك تم تجهيزه ورجع. وبعدين اصل عندك انت اللعيب لما يبقى لعيب سهل انك ترجعه، يعني انما لو هو مش لعيب او هو ما عندوش فكره. بمواصفات وليد سهل جدا طبعا. لا وليد لعيب مهاري كمان، بس شوف هو كمان ان هو يحرز 3 اهداف من 3 مواقف مختلفه، تسديده ومتابعه ومركز جديد وبالراس الثالث، الهدف الثالث، يعني انا بقول اللي موجود فيه في ال 18 في بالظبط. بالظبط في مكان صعب جدا في متابعه لكوره ممكن تكون اتصدت من الحارس، فده معناه طبعا انه عندك حسين الشحات كمان برضو بيواصل التألق، هو صاحب الهدف الرابع، لكن انا بتكلم عموما على الاداء في شكل ده الهدف الرابع ده لوحده مدرسه. بالظبط، لان حسين طول المباراه بيلعب في الناحيه اليمنى. اللي عمل الباص وليد ازارو الفيرود من الناحيه اليمنى، واللي كان مخترق من العمق كان حسين الشحات. بالظبط، حتى تبادل المراكز يعني اللعيبه حتى مش هتكلم فنيا، التركيز داخل الملعب لغايه الدقيقه 90 فايقه مركزه. ما هو ده كمان نقطه مهمه جدا، لاول مره من فتره نسمع صوت الجمهور. صوت الجمهور
معرفش في المباراه دي ولا انا كنت سادد وداني قبل كده. لا هي في الجونه بس. الجونه لها طبعا خاصه يعني. اتمنى الدوري كله يبقى زي الجونه والله. يعني فعلا خاصة. صوت الجمهور يخليك وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون انت مستمتع. صح. لانه انت شايف اللعيبه كمان تؤثر وتتاثر طبعاً. يعني بتاثر في الجمهور وتتاثر بتشجيع الجمهور. صوره مختلفه قدامنا يعني. هي حتى صوره عدد الجماهير يعني لا عدد لا باس بيه يعني. يعني بصراحه انا شايف برضو ان ده احد الاسباب اللي خلت لعيبه الاهلي تبدع اكتر يعني. يعني ممكن جدا لو ما فيش الجماهير دي يعني عادي انت عايز تكسب وهتكسب وخلاص. لكن اعجاب الجمهور اهات الجماهير ده بيعمل انا في رايي بيعمل مفعول السحر. وبعدين على قد ما هو بيعمل مفعول السحر في اللعيبه فاللعيبه بتتاثر بيه فبتروح رده الجميل للجماهير مره اخرى. ففي حاجه يعني مختلفه. هو فعلا كان في المباراه حتى كانت في حاله سجال ما بين اللعيبه والجمهور يعني. الجمهور يندى على وليد سليمان، يندى على حسين الشحات. حتى جوه اللعيبه لما تنزل الاحماء تسمع حد بيندى عليه. هي الكوره زي الفنان اللي بيطلع على المسرح بالظبط. هي الكوره كده. اذا انا عشان كده بقول لك هو تاثير متبادل. ما تقدرش تقول مين اللي كان احسن، هل الجمهور ولا اللعيبه؟ لا، اللعيبه كانوا كويسين فالجمهور تجاوب معاهم فادى انطباع كويس عند عند اللعيبه فزادوا من التالق وهكذا يعني. يعني تحس انه في مباراه كره قدم حقيقيه رائعه. تمام فعلا يعني اكيد. طيب المكسب امبارح كمان مش المكسب الفني، لا فكره تبادل المراكز اللي عملها فايلر مع اللعيبه يعني امبارح شفنا قفشه وشفنا حسين الشحات واجايه ووليد سليمان الاربعه مع عمرو السوليه في مركز الارتكاز لوحده وقدامهم كمان ومروان محسن. فانت بتتكلم في طريقه لعب غير الشكل اللي انت بدات بيه الموسم. انا بقى معرفش بحس مع الراجل ده في مبارياته انه اللعيبه عندها حريه اكتر وثقة أكتر. كان عندها كتير بس ما كانوش لاقيين حد يطلع ده منهم. أصل ممكن تعليمات المدرب بالالتزام، أحيانا الالتزام ده بيخنق يعني. بيكون لعيب عنده إمكانيات وما بيقدرش يطلعها لأنه عنده تعليمات الأول من المدرب إن هو يلتزم بواجبات مركزه. مظبوط. أنا معاك إن الالتزام بواجبات المراكز جزء أساسي، بس هنا إحنا بنناقش قضية إيه؟ طب لو اللعيب قايم بواجبات مركزه تمام. بس هو شايف انه يقدر يعمل حاجه اضافيه ويرجع تاني يؤدي عمله الاساسي او مركزه الاساسي. فانا شايف انه المساله دي برضو جايه من روح المدرب نفسه يعني هو اللي مشجع اللعيبه على كده او هو اللي مديهم المساحه. المساحه لكده. المساحه وده مهم جدا. طالما انت مش بتاثر كلاعب في مركزك الاساسي فمن حقك ان انت تتقدم. يعني مثلا حتى قلبي الدفاع لما حد فيهم يتقدم هو عارف ان هو بيتقدم في واحد تاني موجود وفي لاعب تاني بيغطي مكانه. فالمسألة دي اللي هي انه المراكز يعني مثلا بتشوف كمان علي معلول هو ظهير ايسر ممكن ينتقل في بعض الضربات الحرة والفاولات الى الجهة اليمنى استغلالا لانه بيلعب برجله اليسرى. فده برضو كله داخل في اطار انه الفريق بيلعب بفكر مختلف وفكر جديد يعني. اكيد. طيب اهميه هذا المكسب بقى على مباراه النجم الساحلي لان هو برضو في جزئيه اداريه هاخد راي حضرتك فيها لان امبارح كابتن سيد لفت الانتباه الجميع لهذا الموضوع. قال تغيير المباراه من وادي دجله للجونه بالنسبه لفرقه الاهلي عمل تغيير في ترتيبات رحله السفر. لو هلاعب دجله هلعبه في القاهره. لعبت الجونه لعبته في الغردقه. طب بين ماتش الجونه وماتش النجم الساحلي 3 ايام. يبقى لازم اسافر من الغردقه. فعمل ترتيبات رحلته حتى القائمه اللي ضمها يطلع من الجونه على طول. ده اللي حصل. شايف برضو الجزء الاداري ده الفريق يشتغل عليه ازاي مع اهميه هذا المكسب قبل مباراه النجم. لا ده مهم طبعا انه انت صحيح القاهره يعمل ايه؟ هو خلاص لو يقدر يتوجه مباشره من الجونه الى مكان اللي هو مسافر الى سوسه تونس الماتش في الفرادس في رادس الى العاصمه التونسيه فيتوجه مباشره. فده شيء انا شايف انه الاداره برضو لما بيكون
اصل مدير كرة ده مش مجرد منصب اداري، هو اداري وهو صاحب تجارب في هذا المجال. مظبوط. فهو بيبقى فاهم وعارف مواقف هو اتحط فيها قبل كده كلاعب، فبيبقى حاسس باللعيبه وحاسس بمدى اهميه ان هو الاداره الكرويه تتماشى مع الشغل الفني، يعني ازاي يخدم عليه يعني. طيب مباراه النجم بقى فنيا مستوى فني غير الدوري وبطوله غير بطوله ودوافع غير الدوافع، الاستعداد ليها والاعلام حتى مهتم ازاي بهذه المباراه؟ شوف، هو طبعا مباراه النجم الساحلي فريق من الفرق القويه واللي لها اسم في تونس، بس انا شايف انه الاهلي لو ماشي بنفس سيستم الاداء ده مفيش حاجه تقدر تقف قدامه. يعني هو مش رايح عشان يلعب على انه يدافع او انه يرجع بنقطه، لا، ده هو 100% برضو فايلر هيحاول من خلال مباراه النجم ان هو يستغل الدفع اللي موجود عند اللعيبه في انه هو يحقق انتصار، والانتصار ده يبقى مفيد حتى لو هو افريقيا يبقى مفيد محليا. يعني عامل زي بالظبط اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا في بطوله افريقيا تحت 23 سنه لما خلصنا الدور الاول اللي هو دور الثمانية، طب هل بقى شوقي غريب يريح النجوم ولا يكمل؟ طب يلعب مع جنوب افريقيا بايه في نص النهائي؟ يريح لعيبه؟ لا، هو استمر تقريبا بنفس التيم لانه، ويمكن ده يفسر لك ليه رمضان صبحي لما فايلر اراد ان هو يمنحه اجازه بعد بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه، رمضان صبحي لا عايز يلعب لانه هو عارف اللعيب بيحس بنفسه، عايز يفضل رجليه في الملعب فهو ما يضمنش، هو عايز يستغل نفس الحماسه ونفس الانطلاقه في انه يفيد. انت معايا يعني؟ فهي نفس القصه يعني، انا ما بحبش افصل قوي بين البطوله المحليه والبطوله الافريقيه. في اختلافات وحاجات تانية، لكن انا بتكلم في الاداء. لو انت ماشي بادائك المحترم اللي الناس كلها اشادت بيه لغايه دلوقتي يعني من بدايه الموسم، لا اعتقد ان احنا ان شاء الله نقدر يعني. واكيد المستوى الفني اللي هتديه هنا هو تديه هنا بالظبط، حتى المنافس قدامك لو مش في دوري وفي انت ماتش محتاج جهد اكبر. محتاج جهد اكبر ويمكن بس هو الفرق في المستوى بتاع النجم الساحلي. انت لازم هتلعب مع النجم الساحلي يعني مش هقول بحذر يعني دفاع، لا، بس انت اما بتلعب مع النجم الاداء شكله هيختلف مش طعمه، يعني طعم الاداء لازم يبقى كويس. مظبوط. بس انا بتكلم شكل الاداء، يعني انك تبقى مأمن شويه دفاعيا. هيبقى ليك فلسفه في الماتش ده عن الماتشات اللي هيبقى مختلف شويه في الجزئيه دي يعني. طب الماتش في رادس مش في سوسه، ويمكن الاهلي لما لعب الانديه رادس دي بتاع زمان يعني. لا الاهلي كمان لما لعب، لا ده المنزه، هو كان المنزه كان المنزه، بس كانت دايما مباراه الصفاقس ومباراه النجم يا في صفاقس يا في سوسه. هي غالبا كانت بتبقى في سوسه لان هو بلد النجم. مظبوط. يعني هو النجم الساحلي عشان فيه اصلاحات مكانه في سوسه. وملعب صعب جدا. يعني انا بشبه ملعب سوسه ده بمباريات الانديه الساحليه عندنا في مصر. حضرت فيه كذا سواء المصري او الاسماعيلي، نفس الاجواء ونفس الشكل الجماهيري كمان. اقامه المباراه في رادس مدى تاثيرها على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري؟ بص برضو يعني انا انهم يلعبوا في استاد رادس، انا في رايي ان ده افضل للاهلي. افضل للاهلي. لان اولا رادس وش الخير دايما على الاهلي. لو تتذكر كذا مباراه، عكس الكلمه دي او الجمله دي جمهور الاهلي ما بقاش حد يسمعها. لا بالعكس. ليه؟ لان انا كانت بتدي ثقه زياده عن اللازم. لا انا مش بدي ثقه زياده، بس انا بقول انه ملعب رادس غير زي ما انت قلت، غير ملعب في اجواءه، ملعب استاد النجم الساحلي. معرفش، تحس برضو انه مدرجاته وشكله العام. انا بقول لك حضرت فيه كذا مباراه، حضرت فيه مباراه واحد واحد انا فيها، شفت فيه جدا. كذا مباراه يعني. لكن وجودك في استاد رادس انا شايف انه افضل، سيبك من ان هو وش الخير او التفاؤل. تقصد كجواء جماهيريه؟ كملعب. كمدرجات انا بحس ان هو وهيبقى برضه بالنسبه للنجم الساحلي انه غريب، مش بيلعب في ملعبه.
يعني انا هتلاقي ممكن تلاقي في جماهير اخرى موجوده ممكن تحضر المباراه بالظبط وتشجعك، حتى سفر الجماهير من سوسه لرادس مسافه بعيده، هي مش قوي يعني 100 اظن 120 كيلو او حاجه يعني كيلو. بس لا انا بتكلم على انه مش احساس ان هو بيلعب في ملعبه. تمام. يعني زي مثلا المصري الاسماعيلي الاتحاد لما يلعب في برج العرب القاهره او في برج العرب بالظبط او في استاد السويس. يعني انتوا الاثنين منتقلين تلعبوا في الملعب ده مظبوط، فيعني قد يكون له بعض التاثير، لكن في النهايه برضو انت مستعد تلعب معاهم هنا او هنا هنا او هنا. ملاش حل، انت هتعمل ايه؟ الملعب اللي يقولوا عليها تلعب فيه. هي الميزه بس ان الاهلي في سوسه، واحنا طبعا قبل اي مباراه كبيره ممكن نعمل تقارير عن التاريخ والاحصائيات. في سوسه الاهلي ما كانش بيكسب. يعني درو 0-0، مش عايز اقول 1-1. انا مش عايز اقول لكن مش عايز اقولها يعني لانه ده حقيقي حته معنويه. عشان كده انا بقول لك مجرد عدم اللعب عدم اللعب في سوسه حلو. ده في حد ذاته بالنسبه لك يعني بيديك شويه امل ان انت تقدر تلعب بشكل افضل بحظوظ افضل، واخد بالك؟ فنتمنى ده باذن الله طبعا للنادي الاهلي. طيب انا معايا خبر مهم جدا، زملائي في الاعداد بيبلغوني بيه ان نادي النجم الساحلي طلب تكريم رمضان صبحي على هامش مباراه النجم والاهلي في الجوله الاولى من دوري ابطال افريقيا، وكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره رحب بهذه الفكره وبهذا التكريم، وده شيء طيب ولافته طيبه جدا من اداره نادي النجم، ومنح كمان درع نادي النجم الساحلي للنادي الاهلي وللاعبه كمان رمضان صبحي، وده هيكون على ملعب الجامعه التونسيه غدا في التدريب الثاني لفريق النادي الاهلي في تونس، وده تكريما واطار في العلاقات الطيبه اللي بتجمع بين النادي الاهلي والنجم الساحلي، وكمان تقييمة رمضان صبحي ككابتن المنتخب الأولمبي واللي موجود في النادي الأهلي بعد التأهل للأولمبياد توكيو، لأن المنتخب المصري هو المنتخب العربي الوحيد اللي تأهل من القارة الإفريقية، فدي لفتة طيبة جدا، وهذه المواقف بتدي كده شعور إيجابي قبل أي مباراة كبيرة إن الجماهير في الملعب هتبقى الأمور هادية وهيبقى في تشجيع مثالي وفي احترام من كلا الطرفين لبعضهم البعض في هذه المباراة. لفتة طيبة وممتازة، وشابوه بجد لنادي النجم على هذه الفكرة، وإن شاء الله بإذن الله تكون لها صدى إيجابي جدا على جماهير الأندية المصرية والتونسية في المرحلة اللي جاية. طبعا تصرف أكثر من رائع ومعتاد على فكرة، من سواء من نادي النجم الساحلي أو عموما الجماهير التونسية والمسؤولين في تونس. يعني احنا من كتر ما روحنا تونس ومن كتر ما هم جم فالعلاقات اكثر من رائعه، حتى الجماهير نفسها بقت يعني في صداقات وزماله يعني انا مش هنا شايف فيها اي حساسيات خالص الحمد لله مع تونس ومع المغرب ومع الجزائر، يعني دول شمال افريقيا. اللي بيخلينا بس نبقى شويه حماسيين اثناء المباراه 90 دقيقه، انما بعد كده او بعد ما المباراه بتنتهي ما بيبقاش فيه اي رواسب لكده. وبنشكرهم طبعا جدا على اللفته الطيبه لتكريم رمضان صبحي، وزي ما انت قلت باعتبار انه المنتخب المصري هو المنتخب العربي الوحيد في القاره المشارك في طوكيو 2020. لفته طيبه ولفته ممتازه جدا، و دايما علاقات النادي الاهلي بالانديه التونسيه ممتازه، سواء الصفاقسي النجم الساحلي، حتى من فتره قريبه كنا شايفين وسامعين ان كان في حتى توافق ما بين اداره الناديين على انهاء صفقه موضوع سليمان كوليبالي، والتواصل اللي تم بين اداره الناديين علاقات متميزه جدا، وحتى في وقت سابق لما كان الاهلي بيلعب مع النجم وكان ساعتها انا فاكر في وقتها كان الدكتور جلال كريف كان نائب رئيس النادي كان بيرحب بشكل كبير جدا بالنادي الاهلي لما بيوصل سوسه وبيلعب في تونس، لا دايما علاقات ممتازه. وكمان في السابق لسيد عثمان جنيح رئيس نادي النجم السابق كان طول عمر بيرتبط بصداقه قويه جدا مع رؤساء النادي الاهلي السابقين. صحيح. طول عمر العلاقات متميزه بين انديه تونس وخاصه في الوقت الحالي او في كلامنا لنادي النجم الساحلي مع النادي الاهلي. ده حقيقي. وبعدين شيء هي لفته رائعه كمان، يعني كان ممكن ان هم ما يعملوهاش، يعني ما فيش حاجه بالظبط تفرض عليهم، ده حدث يهمنا احنا بس اللي هو تألق رمضان والتأهل وكده، لكن كونهم يفكروا في كده فدي حاجة جميلة احنا بنشكرهم عليها جدا،
والعلاقة مع التوانسة ممتازة، علاقة التوانسة والمغاربة أزلية وتاريخية مع دول الشمال الأفريقي الحمد لله إن شاء الله. وكان النادي الأهلي ليه دور في ده، لأن في بطولة إفريقيا الأندية الفترة الأخيرة النادي الأهلي بقى ضيف دائم على تونس والمغرب والجزائر، فبقت العلاقات على أعلى ما يكون. وإحنا دايما بنتكلم على إنه الرياضة هي فرصة للتقارب، فرصة للتقارب، وإن الرياضيين دول سفراء، أهم حاجة العلاقات، لأنه في الأول النهاردة أنت هتكسبه النهارده هيكسبك النهارده، هيحصل هتتبادلوا ده فيما بعد. يعني اصلا نتائج المباريات واللقاءات الرياضيه مش هي الرقم واحد يعني. تمام. يعني اللي كويس واللي يقدر يعني يحسم المباراه لصالحه حلال عليه يعني. اكيد. طيب على مستوى النتائج يا استاذ جمال، الفتره الاخيره النادي الاهلي ونجم الساحلي تعادل في تونس او خساره بهدف، لكن النادي الاهلي في اخر مباراه مع النجم الساحلي في برج العرب عمل نتيجه كبيره جدا، فاز بستة اهداف. هل هذه النتيجه ممكن تكون لها تاثير او تسمع حتى مع الجماهير والاعلام في مباراه يوم الجمعه؟ شوف انا يعني التاريخ حلو بس الحاضر مهم. يعني صح. التاريخ كويس تاخد منه ارقام وتاخد منه الاشياء اللي هي تديك انطباع وتديك دفعه معنويه كويسه. يعني مباراه زي دي تديلك ثقه، بس في نفس الوقت لابد انت ده ما يغطيش على استعداداتك للمباراة ودراسة نقط القوة والضعف في فريق النجم في هذه المباراة، وأداء اللعيبة هو اللي هيحسم ده، هو ده اللي هيعزز ان احنا متفوقين او غير متفوقين. فان شاء الله ربنا يوفق، يعني تبقى نتيجة فوز باذن الله مرضيه بالنسبه لنا. يعني دوري ابطال افريقيا السنه دي صعب جدا، والانديه الموجوده والمباريات، يعني الجوله الاولى لو هستعرض معاكم الثمان مباريات في الجوله الاولى يا استاذ جمال، اول غصن الانجولي مع زيسكو الزامبي، مازيمبي مع الزمالك، النجم الساحلي مع الاهلي، الهلال السوداني مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي، اتحاد العاصمه مع الوداد المغربي ديربي، سان داونز مع بيترو اتلتيكو، الرجاء مع الترجي، شبيبه القبائل مع فيتا كلوب، مباريات صعبه مباريات تقويه. شايف البدايه والانطلاقه ازاي؟ وبتكلم في مباريات يعني النجم والاهلي والرجاء والترجي واتحاد العاصمه والوداد، دول ثلاث مباريات كلاسيكو وديربيات عربيه، كله صعب. ما بقاش عندك مباراه مظبوط. حتى لو تفتكر زيسكو ده ما كانش من كام سنه موجود على الخريطه بالظبط، خلاص بقى من الانديه الكبرى، بقى متواجد على طول وممكن يحرج الانديه الكبيره، فانت ما عندكش بدائل. ولذلك انا لما بيقولوا انت عندك في المجموعه القرعه جابت لك فلان وفلان وفلان، ما انا ما بتفرقش معايا، انا اهم حاجه عندي اكسب، اهم حاجه فرقتي انا مش مستوى الاخرين. انت لو مستواك كويس ومستعد كويس خلاص هتكسب اي حد، لان انت حتى لو ما قابلتوش في هذا الدور على طول الثانيه هتواجه صعوبات اكبر في الادوار القادمه. اللي عايز يفوز بالبطوله يبقى جاهز في اي مرحله بالظبط كده. ويعني كما تعلم وكما يعلم الجميع، الاهلي ما لا يشارك غير وهو حاطط في اعتباره البطوله او الكاس، فبالنسبه له لا خيار. يعني هتلعب مع ده، يعني هتلعب مع ده، مستعد له مستعد له بس. طيب الدوري العام والدوري هدخل منه في جزئيه مهمه متعلقه بالمواعيد اللي جايه، بس يعني الاول عايز اتكلم على الدوري. تابعت مباريات الدوري بعد الاستئناف الاسبوع السادس. شايف المستوى الفني ازاي؟ مين اللي استفاد من التوقف؟ مين اللي اتضر من التوقف؟ الانديه اللي عملت خمس ست مباريات ومعسكر اعداد في فتره 50 يوم استفادت ولا انضرت؟ يعني شايف الفرق التفاوت اللي حصل والمستويات والنتائج حتى اللي تمت هذه اللحظه؟ في انديه لعبت ماتشات كتير وما استفادتش، وفي انديه ما لعبتش او لعبت مباراه او عملت معسكر ترفيهي زي الاهلي واستفادت. الزمالك طبعا راجع، الشكل العام التجانس بتاع الفريق مش موجود، واخد بالك؟ انا بحس انه يعني على ضوء مباراه امبارح ان الفريق بيلعب فردي اكتر منه جماعي، بعكس اداء النادي الاهلي. صراحه انا بتكلم على الناحيه الفنيه ملعب. على الناحيه الفنيه ما بقولش ده احسن من ده، بس انا بقول التنفيذ على ارض الملعب ده اداء جماعي. رغم تالق بعض الافراد، انما هذا التالق مش جاي من فراغ. يعني وليد سليمان في الثلاث اهداف اللي احرزهم ما كانش لوحده، كان في ضغط عليه. لا في ضغط وفي لعيبه بتجري وبتفتح على الجنبين
يعني حتى لو هو بيتابع، انما نتاج لعمل جماعي. اللي انا شفته في اداء الزمالك شويه يميل للفرديه، مفيش تواصل بين الخطوط بعكس ما هو في النادي الاهلي، تحس ان في انسجام بين الخطوط وتفاهم بين اللعيبه. مساله برضو مين استفاد او مين ما استفادش، للاسف الشديد اغلب الانديه في الدوري المصري لا تستفيد من لو عملت له سنه فتره توقف. انا بكلمك جد بدليل يعني، طب ما هو بيبقى عنده فتره الاعداد الرئيسيه وبعد كده بيرجع عادي برضه. يعني في حاجه ناقصه، في حاجه ناقصه، فكر جديد. بص ما فيش. الاسماعيلي ليه بياخد الدوري كل فتره طويله جدا؟ النهارده بنهنيهم على الفوز على الجزيره الاماراتي والاهلي في الدوري 80 بنهنيهم البطوله العربيه. ليه بقى ما بيكسبوش الدوري غير كل 10 12 15 سنه؟ لان هما ما بتتكونش جميع عوامل البطوله غير كل فتره زي كده، اللي هي اداره، لعيبه على مستوى، جهاز فني، جهاز فني على مستوى، زي ما اخر مره لهم كانت مع مين؟ كابتن محسن صالح. ده في بدايه الالفيه الثالثه، موسم 2001 2002 بالظبط، اللي هي كان فيها المباراه الشهيره مع الاهلي 4-4، وهي واحده من اعظم مباريات الكره المصريه. هي. لان في طرفين اقوياء عندهم نفس القوة، عندهم نفس القوة، عندهم نفس الرغبة في الفوز. كمان برضو النقطة المهمة جدا اللي توافر ان الفرقة دي انا بطلب منها انها تكسب الدوري. اعتقد ان في فرق كتير ما بتطلبش من لاعبتها تلعب على الفوز بالدوري. يعني لو تسأل كده، يعني عملت استقصاء مثلا، لا تسأل مسؤولين في الاندية عموما، عمر ما حد فيهم عفوا مع كل الاحترام، فيش حد بيجرؤ او يسعى، لا يجرؤ ان هو انت بتحاول تحسنها شويه، انا بحاول اظبطها شويه. لا لا انا اقصد الكلمه، انا اقصد ايه، مفيش حد طموح ولا طماع. شوف انا بقول ايه، زي ليستر سيتي كده مثلا، انه لا انا بلعب السنه دي عشان اخد الدوري. لا كله يقول لك هنبقى في المربع الذهبي، تمام. طب ليه يعني؟ طب ما انت انا مش عايز ازعل الانديه منك. لا بالعكس، هم عارفين كويس. تمام. انا قصدي في الموضوع ده كويس، ان انا نفسي الاقي ده. رغم ان ده يعني مش هيبقى مريحني نفسيا. صح ولا لا؟ مظبوط. لكن نفسي اشوف ده. يعني زي ما شفنا كده الاسماعيلي قدام الاهلي في 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 البطوله بتاعت 2001 2002، ماشي، اللي هو فريق لا بيهددك فعلا، يعني فاهم قصدي، يعني اولا بيطلع ماتشات حلوه، ثانيا يا سيدي مره ما انت مش هتاخد الدوري كل سنه. يعني وريني مره مثلا لازم تريح انت سنه. ماشي، زي ما بيحصل سنه او سنتين مثلا، وبعدين بعد كده بتاخد 7-8 كده يعني. تمام. لكن شايف الدوري لسه بدري على التقييم ولا واضح ان الرؤيه واضحه؟ لا هو لسه بدري قوي، ده انت السنه اللي فاتت كنا لغايه في الهبوط. لا في الهبوط لا لسه. انا بتكلم على تقييم المسابقه، يعني المنافسه، القوه. لا لغايه دلوقتي اولا هو ما تلعبش فتره طويله يعني. في انديه لعبت 4 ماتشات وفي فرق بس في يعني لا في اداء قوي وفي محاولات وكل حاجه، بس تقول بقى مين اللي هيكسب مين اللي هينزل لسه بدري قوي. وبعدين النادي الاهلي الموسم اللي فات ادى مثل رهيب، انك تفضل تحلم. هو شوق بس الناس لنفسها. لا انك تفضل تحلم وتحاول تحقق حلمك لغايه اخر لحظه. يعني زي ما بيقولوا الاهلي مش بتاع ماتشات، بتاع بطولات. بتاع بطولات. يعني مش بيلعب عشان مثلا النهارده كسب الماتش ده خلاص انا الاول انا كذا، لا هو بيلعب عشان يبقى الاول. خلى الحلم متاح للجميع، لكن قال لك انا بتاع الواقع. صح كده؟ بالظبط كده. تمام. طيب مواعيد الدوري بقى ده جزء مهم جدا هنتكلم عليه واحنا بنتكلم على البطوله واستمراريتها. تمام. بالنسبه للمرحله الجايه استاذ جمال، لغايه اللحظه دي وحضرتك طبعا بالتاكيد بتتابع هذه الجزئيه ومسؤول عن القسم الرياضي في مؤسسه اخبار اليوم. تمام. ولينا زملاء صحفيين بيغطوا اتحاد الكوره، لغايه اللحظه دي ما حدش فيهم جاب او الاتحاد اعلن الجدول بالنسبه للمرحله الجايه. الاتحاد الافريقي غير الاجنده بسبب كاس الامم الافريقيه للمحليين، وتغير ميعادها من يناير وفبراير لشهر ابريل.
فبالتالي غير مواعيد دوري ابطال افريقيا، وده صعب يعني، ده لما بيحصل ده استحاله يحصل في اي قاره في الدنيا. لا طبعا، لانك انت مش بتغير مباراه، ده انت غيرت من الجوله الرابعه لغايه المباراه النهائيه. فانت غيرت الرزنامه كلها وهتاثر. وعلى فكره ما كانش بيحصل ايام عيسى حياته خالص، معلش بقى يعني خلينا واقعيين، كان البطولات الافريقيه مواعيدها منتظمه. احنا اللي ما كناش مظبوطين مع اجنده الافريقيه، تمام يعني، كنا ساعات احنا يبقى مواعيدنا غير. هم حاولوا ان هم يظبطوا المواعيد، وعشان كده كان في الموسم اللي فات اعتقد في تداخل، احنا قلنا ده بشكل مؤقت مظبوط، انه في بطولتين دوري ابطال افريقيا وبطولتين اتلعبوا في سنه واحده، اتلعبوا في سنه واحده بالظبط، بس قلنا ان ده هيظبط. اما تعارضها مع موعد بطوله الامم الافريقيه المحليين فانا ضد ده. يعني هو كمان غير ميعادها مش مفهوم ليه، ما هو ما يعني كانت في يناير وفبراير وحط جدول الانديه على كده. طب خلاص انا ضد بقى ان فجاه خلاها في ابريل، وانا ضد انك تغير. ليه؟ لان البطوله اساسا بطوله كويسه وكل حاجه، بس برضو ما تبرجلش، ما تلخبطش كل مسابقات، لان انت لوحدك على فكره هتلاقي برجلت كل دوريات الفرق الانديه الثانيه هتلاقي والدول الثانيه بالظبط. هتلاقي فانت ليه بتعمل مشكله؟ يعني حد يدينا مبرر مقنع ويقول لنا طب انا عملوا كده ليه؟ طب المفاجاه بقى كمان، يعني ده كاس الامم الافريقيه للكبار للكاميرون 2021 مش المفروض معادها في شهر 6 و7 زي ما اتلعبت في مصر؟ بنسبه 99% تبقى في يناير وفبراير. يعني هنرجع تاني للميعاد القديم. طب ليه؟ ما هو التخبط، انت عامل البطوله اللي فاتت في شهر 6 لان كان في دراسه لده عشان الانديه في اوروبا، لا وغير كده كمان عشان حصل دروب في تنظيم بالنسبه للكاميرون. مظبوط، ترجع تاني تغير. طب ما انت تثبت على حاجه معينه عشان ما احنا كده بقى، ده تقريبا بتوع لجنه المسابقات هم اللي بيحطوا الجداول بتاع افريقيا. ده هم عندهم ازمه كبيره، ده هم الاول قالوا، انا عارف طبعا. بالظبط، بس هو المره دي هم بصراحه ما لهمش ذنب، هم ما لهمش ذنب المره دي، ما لهمش ذنب. بس في نقطه بقى، الاتحادات في شمال افريقيا عامله الجدول لغايه نهايه الموسم، فلما الاتحاد الافريقي غير حصلت مشكله. انت هنا في مصر مش بتعمل ده، انت هنا في مصر انت رد فعل مش فعل، بمعنى الاتحاد الافريقي هيغير معاك وهعدل، مش هتغير انت كمان، فهتغير ده انت اصلا ما عملتش، ده انت ما عملتش عشان مستني الاتحاد الافريقي يغير. طب هما كانوا، هل هما كانوا حاسين ان ده يحصل؟ كانت معلومات، كانت معلومات. لكن انا شايف ان هو بصراحه لجنه المسابقات المصريه في الحاله دي يعني مجبره. ما لو الاتحاد الافريقي عمل كده، ما هو خلي بالك انت تبع الاتحاد الافريقي. مظبوط. بس انا بتكلم هنا كلامي للاتحاد الافريقي ان هو يحاول ان هو يقلل شويه الضغوط على الاتحادات الوطنيه بسبب التعديلات الكتير دي. طبعا، لان لازم يبقى انت عندك سيستم وعندك نظام معين ماشي عليه. يعني طيب التعديلات دي هتجبر الاتحاد المصري والمسابقات على تعديل في المباريات اللي لسه اصلا ما اتعملتش. ودي بقى جزئيه انا مش فاهمها لغايه اللحظه دي، يعني الاتحاد الافريقي عمل قرعه الكونفدراليه والاتحاد المصري كان اعلن بعد القرعه والقرعه اتعملت وما لسه ما طلعتش البتاع، قال لك بعد ما غير كاس افريقيا المحليين وتغير الميعاد والاتحاد لسه ما طلعش. الاهلي النهارده في تونس، عنده مباراة يوم الجمعة، عنده مباراة يوم الثلاث في الكاس، هيرجع عنده مباراة يوم الجمعة من الهلال السوداني في بطولة افريقيا. بعد كده هيعمل ايه؟ محدش عارف. لا ما هو ده كلام، ده مثلا هقول لك ابسط الامور، بس احنا مش هنخترع. هل ده موجود في اوروبا؟ استحالة. هل ده موجود في اسيا؟ مش في المغرب. موجود في اسيا؟ لا. طيب ما هو احنا لازم الاتحاد الافريقي، انت عايزين ننهض بالكرة الافريقية. وهي الكرة الأفريقية بتطلع فلتات وبتطلع لعيبة بس بتطلع اللعيبة دول وبتطلع الفلتات دي في وسط الفوضى دي. فما بالك لو الدنيا اتظبطت، لو الدنيا اتظبطت هتطلع أفضل، الناتج هيبقى أفضل يعني. فأنا شايف إنه لابد من الاستقرار على الأمور دي، واخد بالك، عشان الجهاز الفني يحط برنامج حتى يشتغل عليه. ما هي الأجهزة الفنية هنا ماشية، يعني انا بيتهيألي المدربين الاجانب اللي بيجوا احنا متعودين، مع ان معذورين برضه يعني المدربين الوطنيين، الله يكون في عونهم في الجو ده، جمع الحق اعمل، مش كانت في ازمه في دوري القسم الثاني بسبب الموضوع ده بين الزرقاء وسيراميكا الراجل اللي مشى الفرقه الاستاذ سمير هو رئيس النادي، سمير موسى وبعدين قالوا له لا ده انت
تعالى تلعب بكره. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده، ما ينفعش. ولا وفرقه سيراميكا راحت الملعب ونزلت، طب فين والحكام كانوا موجودين؟ ما ينفعش الكلام ده. يعني ده اسمه تخبط، وبعدين بيخلق مشاكل وبيخلق قضايا وازمات انت في حل عنها، يعني في حل انك تقع فيها يعني. طيب الاتحاد الافريقي حاطط المواعيد خلاص، وقدامنا المواعيد دلوقتي محطوطه اهي 29/11 يعني ماشي اللي في دماغه رغم الكلام بتاعنا. خلاص ماشي ده الاتحاد الافريقي 6/12 27/12 الجوله الثالثه، بعد كده الجوله الرابعه 11 يناير الجوله الخامسه 25 يناير الجوله السادسه 31 يناير 1 فبراير. فبالتالي انت عندك مساحات زمنيه يا استاذ جمال تحط ما بين هذه المواعيد مباريات الدوري المحلي. بالظبط. لو انت حطيت الفراغات اللي انا عرضتها حتى في فقره الانترو، وانا بتكلم في المواعيد المقترحه اللي اتقالت سواء في 12 او في يناير او فبراير او مارس وابريل اللي فيهم مساحه زمنيه ممكن يتعمل فيهم مساحه دوري كويسه، لان مفيش ماتشات افريقيه في الفتره دي عشان كاس افريقيا للمحليين. تمام. لو الدوري مشي بالشكل ده الدور الاول هينتهي على الاسبوع الاخير من فبراير اول مارس. ودي طبعا مساحه بعيده قوي. طبعا. الدور الثاني بحد اقصى الاسبوع الاخير من شهر 6 بشرط ان ما يتاجلش شوط واحد، مش هقول مباراه واحده، شوط واحد. لو حصل تاجيل لاي شوط او اي مباراه من المباريات انت رايح لبعد اولمبياد طوكيو. طب انتوا كاتبين حاجه جميله قوي، ازمه معتاده. ازمه معتاده. حاتم الشربيني الدوري المصري يجب ان ينتهي قبل بدايه شهر يوليو. لان دوري طوكيو كمان في قيد وفي لا بس هو وفي كمان كابتن شوقي غريب المفروض ليه 3 اسابيع قبل دوري طوكيو. تمام. هو افضل تعليق هنا هو عيني جت على ازمه معتاده اللي المحطوطه الازمه المعتاده بتاعت كل سنه، لان احنا عندنا ما بقول لك ماشيه يعني لجنه المسابقات المصريه مجبره على ان هي يعني خلاص الاتحاد الافريقي حط المواعيد اللي هو عايزها وتشتغل انت بقى، يعمل بقى بناء على الخطوط العريضه اللي عملوها. فمضطر وبعدين بقى مش بقى لجنه المسابقات اللي هتشيل ده، اللي هيشيل الانديه اللي هيشيل الضغط ده كله او هيتحمل حجم الماتشات. طبعا هيتحمل الضغوط دي كلها مين؟ الانديه نفسها المصريه، وخصوصا الانديه اللي بتشارك افريقيا. يعني دي مصيبه، لان الدوري المصري بيتلعب وهم هيلعبوا كمان مباريات افريقيه، فهيبقى في استنزاف للجهود بتاعه اللعيبه. ده الست مباريات دور المجموعات هيتلعبوا في شهرين. ما انا بقول لك يعني منهم 3 مباريات خارج مصر صعبه يعني، وهيتحط فيهم مباريات دوري. يعني هتبقى يعني عايز اقول انه استهلاك كامل لكل القوه. ومن هنا بقى ده بيلقي طبعا باعباء كتيره جدا على المديرين الفنيين وفي مقدمتهم فايلر، ان هو لازم يواجه ده ازاي؟ يا اما بالتدوير بحيث انه يبقى مش كل اللعيبه مجهده او كده يعني، لكن هي صعوبات بتلقى عارف في امام الفرق المصريه او امام فرق الانديه. تمام. دي بالنسبه للانديه. طيب اطرح موضوع تاني بقى. طيب كل هذه التوقفات وكل هذه المواعيد قلناها لو الدوري هيخلص 30/6 او الاسبوع الاخير من شهر 6 تمام، وما حطيناش في الحسبان لا كاس مصر تمام ولا السوبر. كل سنه احنا بندور يا عيني الكاس مصر ده ولا السوبر. يعني السوبر الموسم المنتهي لسه ما اتحطش ميعاده في سبب هذه المواعيد. والمنتخب الاولمبي مش محطوط لسه اي حاجه طب لو الحاجات دي اتحط لها فراغات كده ايه اللي ممكن يحصل؟ او الكابتن شوقي غريب لو ما عندوش اي مساحه تشتغل غير الاجنده الدوليه بتاعت من 23 مارس لاول ابريل اللي بتاعت اجنده المنتخب. يؤسفني اقول لك انه كل الناس هتضطر تشتغل بناء على الرؤيه الافريقيه دي، رؤيه الاتحاد الافريقي. يعني حتى الكابتن شوقي غريب حتى جميع المدربين المنتخبات ولا غيره يعني هيشتغلوا على هذا الاساس. ما هو انت ما قدامكش حل تاني. ده لو طلب ياخد اسبوع من كل شهر المنتخب الاولمبي الدوري مش هيخلص. بالظبط. انا بقول لك فيها صعوبات شديده، بس انا ابشرك ان الدوري هيخلص برضه زي كل سنه. يعني كل سنه انت بتمر بمشاكل مشابهه، واخد بالك، اغلبها خاص برضه بالمواعيد والزحام الجداول. يعني انت قبل كده كان العيب عندنا احنا، انك احنا كنا دايما نقول لهم يا جماعه شوفوا مواعيد البطولات الافريقيه وسكن على اساسها مواعيد الدوري. وده اللي هيحصل المره دي. وما تقرب ده هو ده اللي هيحصل المره دي، وكان بيحصل قبل كده على فكره. بس هو المره دي يمكن عشان التعديل اللي حضرتك اشرت اليه
فده بيزود المشكله شويه يعني بيزود المشكله. لكن هو طبيعي جدا انه لازم هتلتزم بالجدول الخاص بالاتحاد الافريقي. يعني التعديلات اللي عملها الاتحاد الافريقي هم عملوا تعديلاتهم خلاص انت تتصرف بقى للاسف. طيب مش ده بيتعارض مع الكلام الجميل والظريف اللي اتقال في بدايه المسابقه لما عملنا مؤتمر صحفي شيك وجبنا القرعه؟ كنت انا باين معاك واتكلمنا وجبنا اربع نجوم وقلنا ان هو شيك وبتاع وجبنا اربع نجوم فسحبوا القرعه وعملنا شكل وكنا بنسحب دوري ابطال اوروبا بالظبط. وقلنا هنعمل جدول الدوري من اول يوم لغايه اخر ماتش في الدوري. احلام. احنا لغايه اللحظه دي احلام، لسه ما وصلناش لمرحله الحاج عامر حسين. ده الحاج عامر كان مجهز اصلا. لا بقول لك ايه، الحاج عامر حسين ده والله ربنا يمسيه بالخير عبقري. هو كان جاهز. لا عارف اللي هو جاهز لكل المفاجآت وما كانش عاجبهم برضه يعني، كان الناس تطلع ده كان بيعلن الجدول ومستني المفاجآت، بس كان بيعلن الجدول. لا بس هو وهو بيحط الجدول كان عارف، عارف يقول لك هيرفضوا دي فانا اوديها في يوم كذا. دلوقتي سواء رفضوا ما رفضوش اصلا انت مش معاك جدول. مش ممكن يعني. لا يعني بجد وضعيه صعبه جدا. بس للاسف ان انت بقول لك مضطر انك هتوافق ومضطر انك تعمل جداولك بناء عليها. وخلي بالك الاتحاد الافريقي عدل، ما يهموش بقى المدربين يعملوا ايه ولا الاتحادات الوطنيه ولا الاتحادات اللي عامله دوريات عندها ولا الاتحادات. والاتحادات هتعمل ايه بقى؟ هتعمل نفس الاسلوب، هتروح حاطه اقول لك بالبلدي هترزع شويه جداول. لا هيعملوا شويه جداول والانديه هي اللي تتصرف وهكذا. هو ده قدر الانديه، ده قدرهم يعني. طيب اخر سؤال وهو مباراه نهائي افريقيا، تتوقع مباراه النهائي تبقى فين؟ الاتحاد الافريقي والمكتب التنفيذي كان في ترشيح لاكثر ملعب، استاد القاهره الدولي، نهائي دوري ابطال افريقيا، ما هو المباراه النهائيه في ملعب واحد من ذهاب واياب. فاستاد القاهره مرشح، ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا مرشح، استاد سوكر سيتي في ساوث افريكا جنوب افريقيا مرشح، استاد الخرطوم في السودان، واستاد ليبروفيل عمر بانجو في الجابون مرشح. تتوقع ممكن اي من الملاعب الخمسه يكون مرشح؟ لا هو اكيد اختيار او ترشيح الملاعب الخمسه بناء على امكانيات او مواصفات معينه. صح؟ يعني مش هيبقوا مرشحين الملاعب دي الا بمواصفات معينه. كون بقى هتتلعب فين المباراه النهائيه، اولا هي فكره كويسه انه تبقى مباراه واحده. تمام. من وجهه نظري يعني. تمام. ليه بقى؟ عشان قصه الذهاب والاياب دي كانت بتعمل قلق. هي مباراه واحده والاقدر هو اللي يكسب البطوله يعني. مظبوط. فنتمنى يعني اختيار طبعا الملعب الافضل في الوقت اللي هيتم فيه إقامة المباراة. هل تتوقع ما بين استاد القاهرة واستاد محمد الخامس؟ ليه لا؟ ليه لا؟ استاد القاهرة أولا كمنشأة يصلح في كل وقت بالأمانة بعد المستوى التعديل اللي حصل، التعديلات اللي حصلت، ويمكن احنا شفناه يعني في الفترة الأخيرة. استضاف نهائيين كأس أمم كبار و23 سنة. وأصبح على مستوى فعلا، هو طبعا ذو تاريخ وكل حاجة بس المستوى نفسه تطور مع التطور الجديد بمنتهى، باصبح يعني جميل جدا يعني. فيبقى طبعا اسم كبير يعني الاستاد ويصلح لاستضافه، احنا بنقول نهائي اوروبا مش نهائي افريقيا يعني. تمام. متفائل الجدول يعلن خلال ساعات ولا يا رب دعواتك؟ ما هو هتقول يا رب هتلاقي كل حاجه مشيت طلعت. ان شاء الله خير. استاذ جمال بشكرك، شرفتني ونورتني ودايما التقي بيك على خير. شكرا وانا سعيد بوجودي معاك. الله يخليك يا استاذ جمال. فقره كانت مهمه جدا مع الاعلام والنقد الرياضي في الاستاذ جمال الزهيري الكاتب الصحفي الكبير ورئيس القسم الرياضي في مؤسسه اخبار اليوم، والحديث عن الكره المصريه، النادي الاهلي، المشوار في المحلي، مشوار المحلي في الدوري العام، بطوله افريقيا، مباراه النجم الساحلي، التعديلات الاخيره على جدول الدوري، موسم متى سينتهي، الدور الاول هل في مارس، الدوري هل سينتهي في 30/6. كل هذه الامور بالتاكيد هنتابعها وهيكون في متابعه مهمه جدا بالنسبه للمرحله اللي جايه. لكن بعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وفي ضيافته الاستاذ محمد الطويله رئيس نادي نجوم المستقبل، وحديث مهم جدا، او رئيس نادي النجوم ده بالمسمى او التعديل الجديد، في ضيافه زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. لكن بعد الفاصل، وان شاء الله التقي بكم على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.
بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه الثانيه، فقره حواريه مهمه جدا جدا مع واحد من اهم رؤساء الانديه الموجودين في مصر، ليه تجربه ناجحه جدا، متفوق جدا، واعتقد ان هو مغير كتير جدا من مفاهيم كره القدم. يعني كثير من التجارب، كثير من النجوم مروا على نادي النجوم، علشان كده الاستاذ محمد الطويله مشرفنا منورنا عشان يتكلم معانا ونحكي في تجربه نادي النجوم. برحب بيك يا فندم. اهلا بيك كابتن، ده شرف لينا اكيد ان احنا نكون معاك في قناتنا المحببه نادي الاهلي. ربنا يخلي حضرتك. طبعا تجربه اكثر من ناجحه، وتجربه حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله ماشي فيها بخطوه ثابته جدا وماشي فيها بشكل محترم جدا. فيعني حابب ان انا اتكلم مع حضرتك على البدايات وبدايه نادي النجوم والانطلاقه اللي بسم الله ما شاء الله، يعني تجربه في الدوري الممتاز، حصل اخفاق لكن ان شاء الله تعود وتاني من جديد، نجوم كثيره جدا مرت من تحت نادي النجوم، فعايز اعرف بقى من حضرتك تجربه نادي النجوم من البدايه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو احنا التجربه بتاعتنا بدات مع بدايه مشروع كبير اطلقناه مع شركه رعايه كبرى، اللي هو مشروع دوري طلاب المدارس. تمام. المشروع ده احنا دلوقتي في العام 17، يعني احنا بعد اسبوعين يبدا الدوره 17. مشروع كبير طبعا، معروف ان هو اخرج لمصر كتير جدا من الموهوبين على رسوم محمد صلاح، نني، احمد الشناوي، تريزيجيه، رمضان صبحي، عواد، اعداد كبيره جدا. انا اعتقد ما فيش نادي في مصر ما فيهوش لاعب او اثنين من نتاج هذا الدوري. الدوري بدا في 2003 2004، وفي 2007 كان قدامنا مشكله، كان قدامنا مشكله ان احنا بنطلع عدد كبير من اللاعبين الموهوبين لكن الانديه ما بتستوعبش، لان طبعا اللعيب لما بيكون موهوب قوي مش هتقدر تحطه في اهلي، زمالك، اسماعيلي، الانديه الكبيره. فكان لابد ان احنا نبدا نخوض تجربه ان احنا نحط الولاد دول في حضانه ترعاهم. فكانت فكره ان احنا انشانا نادي النجوم في 2007. طيب يعني هل حضرتك قصه محمد صلاح، وانا كنت اتكلمت قبل كده في الموضوع ده وقلت ان نادي النجوم لو كان عنده نادي اعتقد كان استفاد محمد صلاح، او لو كان في نادي كان استفاد محمد صلاح بشكل مختلف تماما، غير ان محمد صلاح او غيره يعني النني او 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 الشناوي او تريزيجيه لو كان الوقت ده النجوم موجود اعتقد ان كان بقى اقوى نادي في مصر. هو طبعا هو كل شيء نصيبه، بس هو طبعًا. كان ده احد اسباب ان احنا اتاخرنا من 2003 لغايه 2007 لما فكرنا ان احنا ننشئ نادي، لان احنا كنا بنطلع لعيبه فور فري، يعني كان كل الانديه بتاخد وما زالت لغايه النهارده اي عدد زائد عندنا بنقدمه للانديه، وهي دي حاجه تشكر عليها الشركه الراعيه الحقيقه. فانت زي ما بتقول لو كنا سبقنا مثلا بسنتين، محمد صلاح النهارده بيدخل رقم مهول بالنسبه لنادي المقاولين، طبعا ده حقهم وده حق ان هم اللي بداوا معاه فتره الرعايه. لكن اعتقد ان احنا جايين جدا قريب جدا في حاجات كثيره من اللاعبين الموهوبين اللي احنا هنبدا نحصد من وراهم يعني ثمرة كفاح. انا كنت لسه اسال حضرتك هل ان شاء الله في بعض اللعيبه اللي الاستاذ محمد طويله حاطط عينيه عليهم ان هم في يوم من الايام هيبقوا زي تجربه محمد صلاح، ولا حضرتك عارف الشارع المصري بيقول محمد صلاح لاعب ومش هيتكرر تاني، ولا ممكن نادي النجوم بالتجارب الناجحه اللي قدمها ممكن يقرر تجربه محمد صلاح؟ بص، هو اقرب نادي يحقق تجربه محمد صلاح هو نادي النجوم. صح، لسبب واحد، لان احنا القرار بايدينا، احنا سهل جدا القرار بإيدينا. احنا مؤمنين جدا بفكره ان احنا اللاعب المصري ياخد فرصته وهو صغير ويطلع يلعب ويحترف بره. فانا مش محتاج ان مجلس اداره يجتمع ويبقى في صعوبات وجماهير تضغط عليا، لا ما عنديش الكلام ده كله. احنا ان شاء الله الخطه الحاليه اللي احنا ماشيين معاها وبتساعدنا فيها الحقيقه شركه الراعيه، ان احنا بنعمل طفره في مجال الاحتراف. انا كان عندي لاعب خلال كان المفروض من اسبوعين يروح لتجربه يعني معايشه مع نادي بنفيكا، ولكن عندنا الوالد الكريم تمسك انه يكون موجود معاه في رحله تونس، لكن مجرد ما يرجع هيسافر. وعندي حوالي 6 أو 7 لعيبه انا بؤكد لك انهم ان شاء الله يكون في منهم محمد صلاح و2 و3. طيب يعني هل حضرتك برضه يعني كان في معوقه؟ طبعا ده يعني جزء بسيط جدا من فيديوهات موجوده معانا لملاعب نادي النجوم وفرق نادي النجوم. بسم الله ما شاء الله فريق نادي النجوم اعتقد ان عند حضراتكم ملعبين، ملعب خاص بالفريق الاول وملعب خاص بالناشئين. حاجه مهمه جدا يا فندم لما تكون مستقل بناديك، مستقل بامكانياتك، مستقل بقدراتك، يعني بتفرق مع اللعيبه كويس جدا.
لا هو طبعا كلامك سليم من ناحيه الامكانيات مهم جدا، بس انا عندي على فكره ملعبين للناشئين تمام وملعب خماسي ملعبين صح وعندي ملعب رملي وده زي كروس فيت ده بالظبط يعني كده؟ الحقيقه احنا في الحته دي بنهتم جدا ان احنا اللعيب يبقى عنده كل الامكانيات اللي يقدر فيها بتساعده على ان هو يعني تنمو موهبته. انا عارف يا فندم ان العقليه في نادي النجوم عقليه محترفه شويه، من حيث ان لو عند حضرتك لاعب نجم او لاعب صغير بروميسنج بلاير، انت حضرتك ممكن لو جاله معايشه او جاله عرض بره مصر حضرتك ممكن تبيعه او ممكن او ممكن يمشي بمقابل قليل جدا، لكن حضرتك تبص ازاي نادي المقاولين في النكست ترانسفير اللي هو الانتقال اللي بعد اللي صحيح. ما بينتقل ليه صحيح. هل ده حضرتك نفسك ان كل الانديه تتعامل مع اللعيبه البروميسنج او اللعيبه الواعده بهذا الشكل علشان يكون في لعيبه محترفه تفيد المنتخبات الوطنيه في كل الاعمار، ولا راي حضرتك ايه؟ لا انت بتتكلم في نقطه حساسه جدا 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 ومهمه جدا بالنسبه لمستقبل كره المصري كره القدم المصريه، وهي ان تطلق الانديه يعني صراح اللاعبين في الاحتراف الخارجي. انا هقول لك يمكن انا اتمسك لو جالي عقد من نادي عادي في مصر صح. حتى نادي كبير ممكن حسب تقديري ممكن يعني يبقى لي الحق ان انا ابقي على اللعيب بتاعي، لكن مجرد ما جه احتراف خارجي اعتقد انه بقى اصبح حق الدوله صح حق البلد احترم حضرتك ان احنا لابد ان احنا نساعد اللاعب علشان يطلع ياخد التجربه ويبقى لعيب دولي ويحتك وخاصه في السن الصغيره. المردود المادي بيجي بطرق كثيره جدا بعد كده صح. انا ممكن اطلعه اول سنه اعاره بنيه البيع، بعد كده بنبيع ولا غالي صح، وبعد كده زي ما اتفضلت هيبقى في قدامك فرصه لو ربنا كرم والولد اخذ خطوات ايجابيه كويسه بيبقى في عندك الرعايه وفي عندك السكند ترانسفير في يعني في افكار كثيره جدا يعني دايما بص لقدام في مساله المكاسب الماديه، لكن لما تيجي بالذات عند نقطه الاحتراف لا يجب ان كل الانديه مش النجوم بس يراعم فكره ان ده لصالح مصر. طبعا في اي مشروع يا فندم بيكون في معوقات، فاكيد في بعض المعوقات اللي كانت في بدايه طريق نادي النجوم وفي بدايه مشوار حضرتك، هل حضرتك تفتكر بعض المعوقات اللي خلت حضرتك واقف على رجليك دلوقتي واحنا بنتكلم في تجربه اكثر من نجاح بالنسبه للكره المصريه؟ بص هو انا هكلمك بمنتهى الصراحه، الحمد لله ان نجاحاتنا لم تصادف اي معوقات. اي لله. واحد في الدنيا هيقول لك انا صادفت وتعبت وعملت ابدا، هي المساله بمنتهى البساطه، انت بتخطط كويس بتحط افكار بتحط البلان بتاع التخطيط بتاعك هياخد خطوات ازاي. الحمد لله انا شايف ان احنا على قد اجتهادنا ربنا كان بيدينا دايما وما كانش في اي معوقات، بمعنى معوقات الحمد لله كان كل الناس يعني بتثني على التجربه، الناس كلها كانت بتحاول او بتحب ان التجربه دي تنجح، والحمد لله محققين النجاح اللي احنا على الاقل لغايه النهارده راضيين عنه بشكل كويس. الاحلام والطموحات اللي حضرتك بدات بيها مشروعك والاستراتيجيه واللي برضه حضرتك بدات بيه من المشروع، هل في كانت خطه والخطه ماشيه بشكل ثابت وبخطى ثابته ان حضرتك تنشئ نادي عشان حضرتك بتخرج الكثير والكثير من النجوم علشان حضرتك تخرج لعيبه المنتخبات المصريه ومنتخبات وطنيه، ولا حضرتك حاطط في الاعتبار انك في يوم من الايام ممكن تنافس الكبار على بطوله الدوري العام، تلعب في بطولات افريقيا، تكون واحد من اكبر الانديه وانجح الانديه اللي موجوده في افريقيا، هل حضرتك ده مخطوط او محطوط في الخطه اللي حضرتك بداتها من البدايه والاستراتيجيه؟ لا بص هو انا حكينا بصراحه مش عايز اقول ان احنا كنا عاملين خطه طويله المدى وما فيش، لا احنا بدانا ان احنا كان عندنا هدف ان احنا في عندنا موهوبين كثير جدا كان بيصعب علينا ان احنا نشوف الاولاد ديت مش لاقيه فرصه انها تكمل. بس انا يعني انا حابب اعرف يا فندم دلوقتي يعني شويه الكواليس اللي موجوده في تجمع الاطفال بالبلاي ستيشنز اللي موجوده يعني الناشئين حاجه يعني احنا اول مره نشوفها يعني صراحه. ده في اللاونش اللي هو ده مكان بيبقى مخصص للاعبين ان هم بيحضروا يعني بيحصل فيه اكتر من حاجه يا اما بيشوفوا المحاضرات مع المدراء الفنيين للشرح وفي بيبقى في العاب زي بلاي ستيشن او غيرها بيبقى لان احنا عندنا اقامه كامله صح. احنا زي ما انت قلت الاوتلتس بتاعتنا والامكانيات عندنا اقامه كامله ده هو هنا هو موجودين في اللاونج عشان بيتفرجوا على طبعا
يعني اكيد يعني ماتشات يلعبوا بلاي ستيشن كل ما بيكون في مجال المحاضرات بتتم هنا، هنا بيتم مشاهدتهم للمباريات العالميه، بيتم هنا اعاده المباراه اللي هم لعبوها والمدير الفني بيشرح لهم، فدي من ضمن الامكانيات خاصه ان هم محتاجين لكده لانهم مقيمين في قلب النادي صح. فبيبقى محتاجين للترفيه بشكل يعني اعتقد انه مناسب جدا. انا فندم عايز اروح لحته الترفيه والعامل النفسي، حضرتك طبعا رئيس نادي واب في نفس الوقت، فحضرتك اتعاملت مع اولاد صغيره، هل حضرتك يعني مقتنع ان الجزء الترفيهي مهم جدا في حياه اللاعب علشان العامل النفسي لو عند اللاعب مش كويس ما يقديش الملعب بشكل كويس؟ عشان في ناس بتنتقد لعيبه الكوره اللي بيكون عندها جزء صغير من الترفيه، يلعبوا بينج بونج، يلعبوا بلياردو، يلعبوا بلاي ستيشن، حقهم. هو حقهم كل انواع الترفيه المصرح بيها صح يا فندم، لان مثلا لما نيجي نتكلم في اوروبا اللاعب في عقده ما بيحصلش عندنا، بيمضي ان هو ممنوع يلعب العاب الملاهي، ممنوع يركب موتوسيكل، ممنوع في شويه محظورات اللي هي قد تضره وتضيع بمستقبله وتضيع باستثمارات النادي فيه، دي حاجات ممنوعه ما فيش كلام فيها صح. اي حاجه بعد كده لا تتعارض مع البرنامج التدريبي ومع احتياجاته للراحه ومع احتياجاته للتركيز هي مسموح بيها، طالما ان هي في الاطار اللي هو يعني مسموح بيه وما فيش اي ضرر مسموح بيه صح. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوجد لهم الشيء ده. احنا بنحاول كمان في بعض السنين كتير طلعنا رحلات لبره، يعني احنا عندنا لعيبه طلعت، احنا في لعيبه عندنا لفت العالم تقريبا صح. يعني احنا رحنا مانشستر مرتين، رحنا هاجي العب يا فندم في النجوم يا ريت هاجي العب عشان الف معاك يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. فلفوا بلاد كثيره جدا، المانيا، رحنا انجلترا زي ما قلت لك مانشستر، بلغاريا، البرتغال، ايطاليا، لفوا لفت كبيره، دول عربيه كثير، خدنا بطوله عربيه كبيره في لبنان، بطوله عربيه المدرسيه. فالولاد عندهم فكره الاحتكاك الحقيقه، وعندهم فكره ان هو ماشي في طريق احترافي ممهد بالنسبه له، ان هو لو تجاوب مع هذا البرنامج قادر ان هو يكون لاعب محترف في اي لحظه خارجيا، مش على حتى مش في مصر. يعني يا فندم اكيد التجربه لما حضرتك انشات النادي وبدات تنافس في الدوريات وصلت دوري القسم الثاني، يعني الكتير بيتكلم وبيقول ان دوري القسم الثاني اصعب من الدوري الممتاز، واكيد حضرتك عايش التجربه وشفت المنافسه الشرسه، لكن يعني عايز اعرف من حضرتك من خلال وجودك واحتكاكك، هل فعلا الكلام ده حقيقي ان الدرجه الثانيه اصعب من الدوري الممتاز؟ بص، هو اصعب من ناحيه الصعوبه ومن ناحيه المنافسه ومن ناحيه تقارب المستويات ومن ناحيه الضغوط الكثيره اللي فيه، فهو صعب. لا، دوري صعب جدا وبيجذب عليك اي نادي حتى لو كان في المركز الاول ان هو يتنبأ بان هو هيكون البطل قبل اخر صفاره في الدوري، وده حصل سنين كتير. الثلاث سنين اللي فاتت الدوري اتحدد في الدقيقه 90 من الشوط الثاني، السنه اللي قبليها نفس الحكايه، السنه اللي قبليها الشرقيه والترسانه في الشرقيه صح. بعد ضربات الجزاء فعايز اقول لك ان مساله ان هو صعب، لا صعب، لكن المستوى الفني، لا انا اعتقد المستوى الفني كل ما بيكون عندك لعيب عندهم قدرات فنيه عاليه كل ما كان الدوري الممتاز بيبقى اسهل بكتير وامتع بكتير للملاعب الجيده، للرقابه، الاذاعه التلفزيونيه، عداله التحكيم الى حد كبير، يعني بيبقى في سبوت على التحكيم، في كل حاجه بتجعل المسألة أسهل حقيقة. طيب هل حضرتك شايف أن الموسم ده المنافسة شرسة يعني بفضل أن في أكثر من نادي عنده خبرة، أكثر من نادي عنده مستوى فني كويس بالنسبة أن احنا بنتابع دوري الدرجة الثانية، وقال شايف حضرتك المنافسة يعني ما بين أندية بعينهم وهم دول اللي مش هتخرج ما بين الأسماء اللي حضرتك ممكن تفكر فيها؟ بص، هو في اكتر من عامل بيحكم العمليه دي. هو اولا المنافسه شرسه في مجموعه زي مجموعه القاهره والقناه اللي انا بلعب فيها دي، فيها حوالي 9 انديه من 12 بينافسوا بقوه صح، وبادئين الموسم ان كل واحد فيهم عايز يصعد للدوري الممتاز. فالجزئيه دي لا بتخلي المساله صعبه جدا. اللي عندهم فرصه اكتر الحقيقه هي في جزء منها امكانيات ماديه صح، وفي جزء منها العناصر الفنيه الموجوده والعناصر والجهاز الفني الموجود وقدراته على انه يكمل وانه ياخد الفريق الى المراحل المتقدمه،
كل دي عناصر مهمة جدا جدا. بيبقى عنصر واحد اللي هو بيكمل هذه العناصر عشان الصعود، وعنصر توفيق، وده حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله الموسم ده نجوم حاطط في الخطة الأستاذ محمد طويلة وكل القائمين على النادي، إن شاء الله الصعود والعودة تاني إلى دوري ممتاز من ضمن الأولويات، ولا حضرتك يعني بتستعيد العافيه وتستعيد تاني امكانياتك وقدراتك من حيث تجميع اللعيبه وان حضرتك تقف تاني على رجليك علشان تعود اقوى، ولا خلاص حضرتك عملت كل ده في الفتره ما بين الهبوط من الدوري الممتاز للدرجه الثانيه وتستعد حاليا بكابتن رمضان السيد؟ لسه بسم الله ما شاء الله انتوا حضرتك كمان كسبانين في بطوله الكاس، عندكم مباراه بيراميدز، المباراه اللي جايه في الدوري عندكم مباراه يوم الخميس ماشيين فيها بشكل كويس، فاكيد حضرتك في خطط وفي افكار يعني بيتم طرحها على حضرتك وعلى الجهاز الفني، ايه هي بقى حضرتك الكلام ده اللي هو ايه على ارض الواقع؟ بص، هو اي مشروع في الدنيا في كره القدم، مشروع صناعي، مشروع تجاري، اي عمل انت بتقوم بيه لو لم تكن قادر على المنافسه وانك انت تطرح للناس اللي معاك فكره المنافسه كفكره اساسيه للوصول للاهداف، فانت ما انت صاحب مشروع. صح، مشروع الصح والنشاط الصح والنجاح بيتم من خلال المنافسة والقدرة على المنافسة الشريفة طبعا. صح. والمنافسة المبنية على التحضير والإمكانيات. صح. والإعداد والتخطيط والكل، لكن ما ينفعش إن أنا أقول للاعب عندي إن أنا بلعب عايز أبقى موجود في المنطقة الدافئة، أو إن أنا المهم أبقى في المربع الذهبي، كل الكلام ده غير مسموح به. حتى بقول لك على المستوى التجاري والصناعي والجميل، لابد إنك أنت توصل دايما بتحفز الناس اللي عندك ان انت نمبر 1. انا بشتغل مع شركه عالميه، يمكن انت تعرف الكلام ده طبعا، هي ماسكه المشروع دوري طلاب المدارس. تمام. دايما يقول لك انا في الاول، انا اكون الاول، الثاني بالنسبه لي مش هو ده المنافسه. المنافسه دايما على الاول. صح. ابقى الاول في كل شيء، الاول في الـ في الـ في المستوى، الاول في الـ في النتائج، الاول في التطوير. فهو ده الهدف اللي المفروض اي حد عاقل اي مشروع ان يسعى اليه. لكن عمليه ان هو بتيجي ازاي بقى، بتتم ازاي، فزي ما قلت لك عامل التوفيق مهم جدا، لكن لابد انك انت تحط المنافسه شرط اساسي في طرح برنامجك. هل نادي النجوم حضرتك اتعلم من التجربه اللي كان موجود فيها في الدوري ممتاز وخلاص استعد واخذ يعني اخذ حمايته من او خلاص بقى عنده استعداد ان لو صعد بعد كده الامور تكون ماشيه بشكل افضل، بما ان حضرتك اول مره تكون في الدوري الممتاز؟ هو نادي النجوم هبط؟ لا، احنا رسميا بحكم محكمه. صح. احنا مفروض ان احنا في الدوري الممتاز. كون ان اتحاد الكره لغايه دلوقتي ما خدش قرار بان هو يعيد الحق للانديه اللي هي تضررت وخدت حكم محكمه وما استمرتش، يعني انا اعتقد انا بعتبر نفسي ما زلت في الدوري الممتاز وما زلت متمسك بحقنا. صح. وماشي وراها وان شاء الله هاخدها. وبالمناسبه انا عايز اطرح سؤال اخويا العزيز الاستاذ الجنايني رئيس الاتحاد الحالي. الاستاذ الجنايني هو حاليا بيعمل من خلال الاتحاد الدولي الفيفا. تمام. يعني اذا هو راجل معين من الفيفا. تمام. طيب انت كرئيس اتحاد جالك قرار من محكمه مصريه. خد بالك. تمام. محكمة مصرية ومحكمة رياضية مصرية. مش محكمة عادية. صح. والفيفا بتدي لهذه المحكمة حق إصدار القرارات اللي بتحمي الأندية. هل أنت من حقك كراجل بقى، نعتبرك كده راجل أجنبي لأنك أنت مش بتمثل مصر، أنت بتمثل الفيفا، هل من حقك ألا تنفذ قرار للمحكمة مصرية رياضية معترف بها الفيفا؟ مجرد سؤال، أرجو أنه هو لسه ما خدش القرار لغاية دلوقتي، أرجو أنه هو بس يدرسها كويس جدا. لأن ده طبعا إحنا هنا هو الفيفا تحكم في أشياء كثيرة جدا، لكن ما تقدرش تحكم أبدا في محاكم مصرية رياضية يعني معترف بها من اللجنه الاولمبيه الدوليه ومن الاتحاد الدولي لكره القدم. طيب مجرد سؤال. طبعا طبعا ليه حضرتك كل الحق، واكيد طبعا يعني نادي النجوم اكيد لو في حق زي ما حضرتك قلت تفضل ماشي وراه لحد حضرتك ما تحصل على كامل حقوقك، وده شيء مؤكد جدا وشيء يحترم طالما في يعني حدود الاخلاق الرياضيه والروح الرياضيه، ما عندناش اي مشكله تماما. طيب لو سالت حضرتك السؤال بشكل تاني، قلت حضرتك ايه اللي خلى نادي النجوم في سنه اولى دوري ممتاز ممكن يكون في تذبذب في المستوى
وممكن يكون مش هو ده الأداء اللي كان الأستاذ محمد صحيح. طويلة بيسعى ليه، ويعني تخبط بعض الشيء كمان في الأمور الفنية. هل ده بسبب أمور إن هي سنة أولى دوري ممتاز، ولا كان في بعض أمور خارجية مثلا حضرتك كنت عارفها وبدأت تصلحها عشان لما تطلع تاني صحيح. في دوري ممتاز تكون جاهز بشكل كويس؟ طيب شوف، أنا هكلمك بمنتهى الصراحة. الموسم اللي فات كان أسوأ موسم ممكن يوصل فيه فريق يلعب أول سنة، صح؟ يعني عشان تلعب أول موسم لك وسط هذا الدوري جداً. الصعب جدا اللي مليء بالأخطاء ومليء بال يعني مش عايز أقول أي حاجة تتسيء لأي حد، صح. لكن كان دوري صعب جدا، دوري غير منتظم، دوري عشوائي، دوري كان فيه مشاكل في التحكيم الخارجي قبل الداخلي، كان فيه حاجات كثيرة جدا، فهو دوري صعب. ولكن عشان نقول أسباب ونقول الأسباب دي كلها إن هي سبب، لا أنا كده مش منصف. الأسباب الرئيسية أخطاء من الإدارة، ودي لازم نحطها رقم واحد علشان نعرف نصلح. صح، كان في عندنا أخطاء من الإدارة، كان في أخطاء من الأجهزة الفنية، وكان في أخطاء عدم الخبرات، ما كانش عندنا خبرات معينة تقدر إنها لسه ما خدناش. لكن كان عندي فرصة كبيرة جدا في الدور الأولاني، كنا ماشيين كويس جدا، حققنا نتائج كويسة جدا، فايزين على الزمالك، متعدين مع الإسماعيلي، ولينا ضربتين جزاء مصر كلها عارفاهم. المصري في المنتدى غريبة جدا 5-4، يعني لعبنا ماتشات كبيرة، غلبنا الاتحاد السكندري، يعني لاعبين دور أولاني بشكل ممتاز. ولكن إيه الأخطاء بقى اللي هي وقعت فيها الإدارة؟ أول حاجة إن إحنا كنا سيئين الحظ، إن إحنا كنا جبنا مدرب من أعلى المستويات، أنطونيو كالديرون، ده مدرب أسباني بيحكم كان بيدرب نادي غرنادا الأسباني، مدرب كويس جدا، وإحنا كنا نعرفه من قبليها بثلاث أربع سنين، وكنا متلهفين إنه يكون موجود معنا. ولكن للأسف الشديد بعد ماتش الزمالك وماتش الإسماعيلي والمصري، هو حصل عنده ظروف عائلية، الأسرة هناك بتحكم بشكل صح. كبير جدا، رقم واحد. لابد إن الأسرة يعني هو مش من حقه كزوج إن هو يعني يشتغل بره البلد اللي مقيم فيها زوجته واولاده الا بموافقه الزوجه، حاجه قانون عندهم. فهي كانت الحقيقه كان سوء حظ ان كان في تمسك جامد جدا هناك ان هو ما يكملش، والراجل اعتذر حقيقه وما زال اتصال بينا، وبعتبره من احسن المدربين الاجانب اللي جت في مصر، ولكن احنا كان سوء حظ بالنسبه لنا اللي ما قدرش يكمل معاه. حصل بقى اخطاء من عندنا في اختيارات المدراء الفنيين في الفتره اللي بعد كده. أنا مؤمن دايما بالعناصر الشابة الصغيرة اللي هي ممكن تقدم حاجات، ولا هقول لك احنا اكتشفنا ناس كتير بالطريقة دي. يعني احنا علي ماهر بدايته في الدوري كان معانا وعمل شغل كويس جدا، مؤمن سليمان كان في معانا كمان، يعني دايما حتى على مستوى الإدارة، يعني حتى كنت لسه بتكلم مع محمد فضل من أسبوعين، يعني بداية عمله بعد ما اشتغل في أون، إن أول مرة اشتغل معانا مدة شهرين، ومن عندنا انتقل للأهلي على طول، وبعد كده خد خطوات كويس. فإحنا دايما عينينا دايما على الكوادر اللي هي الجيدة. خدنا الكابتن أحمد سامي، تمام، والراجل كان ماشي الحقيقة بشكل جيد جدا، ولكن برضه جت النتائج في بداية الدور الثاني، ابتداء من المشكلة الشهيرة بتاعت ماتش أخونا إبراهيم نور الدين، والخمس ضربات جزاء. فطبعا بعديها الدنيا لخبطت مع الراجل، والحقيقه هو اعتذر فعلا مره واثنين، ثالث مره هو قال معلش انا عايز الناس تاخد فرصتها اكتر. اسأنا التقدير بقى في بعد كده، كان خلاص الموسم في نهايته، ما كانش في مدربين كويسين في الفتره. تمام، طيب يعني هقف بس سريعا اقول اخبار النادي الاهلي بعد وصوله لتونس، علشان خاطر بس نطمن كل المشاهدين وكل جمهور الاهلاوي. طبعا الخبر الاول، الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي يطمئن على استعدادات الاهلي في جلسه مع الكابتن سالم حفيظ، وده بعد ما الفرقه وصلت بالسلامه، واكيد طبعا لازم يكون في دعم من مجلس الإدارة وللجهاز الفني واللعيبة. وبيؤكد فيها دكتور مهند على ثقته تامة في الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية بمشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، من أجل قطع خطوة مهمة في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا وأسعاد جماهير وأعضاء النادي الأهلي في كل مكان. النادي الأهلي إن شاء الله عنده مباراة مع النجم الساحلي يوم 29. الرحلة
وصل تونس ظهر اليوم بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات و40 دقيقة من الغردقة إلى العاصمة التونسية. أيضا الأهلي يكتفي ب 45 دقيقة في مورانو الأول بتونس، وده طبعا فضل الجهاز الفني السويسري بقيادة مستر ريني فايلر أن يكون المران خفيفة لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بعد خوض مباراة الجون أمس في الدوري وبعد رحلة الطيران اليوم من الغردقة إلى تونس. تدريبات خاصة لثنائي حراسة مرمى الأهلي طبعا قاد اكيد مستر يانوكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الاول لكره القدم، تدريبات قويه لثنائي حراس المرمى الكابتن شريف اكرامي والكابتن علي لطفي في مران الاهلي الاول يوم الثلاث على ملعب الجامعه بالعاصمه التونسيه. خضعوا لوحدات تدريبيه متنوعه في الوقت اللي ادى فيه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تدريبات بدنيه خفيفه الى جانب خوضه امس او طبعا اتمرن تمرين خفيف بسبب مشاركته في مباراه امس امام الجونه في منافسات الدوري الممتاز. اخيرا تدريبات استشفائيه للمشاركين في مباراه الجونه، خاض كل اللعيبه اللي شاركت في مباراه الجونه امس تدريبات استشفائيه خفيفه مساء اليوم على ملعب الجامعه التونسيه، حقق الاهلي فيها فوز عريض على الجونه باربع اهداف مقابل لا شيء. طبعا خلصنا مع حضراتكم كده كل الاخبار الخاصة بالنادي الأهلي، تعالوا نروح لتونس عشان نقرب أكتر ونطمن أكتر من خلال المراسل الزميل العزيز كريم أحمد ونشوف معاه إيه ونرجع نكمل مع الأستاذ محمد طويلة رئيس نادي النجوم، خليكم معانا. مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي كالعادة لحظة بلحظة ورسائل مستمرة لتغطيتنا الخاصة لفريق النادي الأهلي في بطولة الدوري في البطولة الأفريقية. احنا بصدد أكيد مباراة هامة ومرتقبة، مباراة النجم الساحلي والنادي الأهلي هنا في تونس على استاد رادس اللي إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، الإصرار وشخصية النادي الأهلي بنتمنى تكون متواجدة في هذه المباراة، عامل الجمهور عامل الأرض، الأمور دي خلاص النادي الأهلي اتعود عليها بشكل كبير جدا، كل الظروف اللي بتقابل النادي الأهلي الحمد لله مع توفيق ربنا بيقدر إن هو يتغلب على كل هذه الامور. بشكل عام طبعا بعد وصول الفريق الى تونس بشكل عام الفندق الاقامه الغداء كان سريع، لكن النهارده التدريب الاول لفريق النادي الاهلي في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت تونس على ملعب طبعا الجامعه الرياضيه التونسيه، ملعب اكيد نقدر نقول ارضيته مش جيده كويس، لكن كابتن سعيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي باستمرار بيكون في تنسيق للملاعب وسيله الانتقال فندق الاقامه الامور كلها اللي بتبقى سبب لاعاقه فريق النادي الاهلي عن التركيز او خروجه عن التركيز، كل الامور دي اداريا بتكون على اعلى مستوى بيتم تسهيلها بشكل كبير جدا وبيترك الجهاز الفني لتحفيز اللاعبين الجمل التكتيكيه توفير كل الامور، لكن ارضيه الملعب بيكون ليها اختلاف كبير جدا مع اللاعبين. ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه الجهاز الفني يكونوا موفقين، مستر ريني فايلر اللي بيتابع بشكل مستمر فريق النجم الساحلي من خلال مقاطع الفيديو نقاط القوه والضعف كل الثغرات في فريق نادي النجم الساحلي تم الوقوف عليها بشكل مميز جدا. النهارده ان شاء الله التدريب كمان مع السفر يمكن في طائره خاصه، لكن اكيد مع السفر بيكون اللعيبه مرهقه يعني نوعا ما، النهارده مش هيبقى تدريب قوي، ممكن التدريب ساعه او ساعه وربع، لكن غدا هيكون تدريب قوي لفريق النادي الاهلي، ويوم الخميس ان شاء الله هو قبل المباراه بيوم على استاد رادس والتمرين الاساسي والتدريب الاساسي لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله نكون موفقين، النادي الاهلي يكون موفق بلحظه بلحظه، ورسائل خاصه هنا من تونس بننقل كل الاجواء وكل الاخبار وكل كواليس فريق النادي الاهلي هنا في تونس، وان شاء الله باذن الله تكون نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم جديد، لسه مكملين معاكم حوارنا الشيق الممتع مع الاستاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم. فادن طبعا زي ما حضرتك عارف ان مفيش القاعده الاساسيه لا قاعده الناشئين وقطاع الناشئين، اعتقد ان ده موجود في النجوم عنده اكثر من فريق بيتمتع ب يعني بسم الله ما شاء الله نجوم ولاعيبه عندهم مستقبل، وفي نفس الوقت القاعده اللي موجوده عندكم في الناشئين قاعده جديده جدا ومحققين نتائج ايجابيه، اخرها انا كنت متابع فريق 2002 اللي فاز على نادي الزمالك 2-0 في ملعبكم، وده بيؤدي مؤشر كويس جدا ان حضرتك فعلا هتكون دايما يعني من خلال قطاع الناشئين بتطعم الفريق الاول. كويس انك فتحت الموضوع ده لان برضه واتمنى ان الناس في الاتحاد ما تاخدش ان انا بنتقد، انا عايز اوجه الناس السؤال. أنا عندي جهاز ناشئين جميع الأعمار السنية موجودة، عندي فرق بيتصرف عليها كويس جدا زي ما انت شفت في البداية ومستعد أصرف أكثر من كده بكثير جدا لأن ده مستقبل مصر. طيب أنا نزلت من الدرجة الثانية من الممتاز للدرجة الثانية فبدأت ألعب حاجة اسمها المناطق، تمام، ما بلعبش على مستوى الجمهورية، صح، لغاية كده ماشي، القواعد أتاحت لك اتحاد الكرة إنك تعمل كده هوت، رغم إن المفروض ان دايما ايه الرابط الموجود بين لعيب صغير برومسنج عنده موهبه عنده وبين ان النادي بتاعه بيلعب في الدرجه في الممتاز ولا في الدرجه الثانيه، مفيش اي علاقه بين الاثنين. طبعا نمره 2 بفترض ان لوائح اجازت لك ده، هل تتخيل
ان النهارده في انديه في الدوري الممتاز انسحبت من مسابقات الجمهوريه للتكاليف. يعني على سبيل المثال انا اعتقد في اكثر من بطوله اسوان، عشان اسوان تيجي تلف الجمهوريه بفريق ناشئين امكانيات زيها زي الفريق الاول بالظبط، صح؟ ففي انديه انسحبت. انا اتقدمت لك الاتحاد بقول لك لو سمحت اديني المكان انا هلعب فيه، انا عايز اصرف لي 2 مليون جنيه على الناشئين يلعبهم في 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 مع انديه الدوري اللي هي الممتاز في مراحلهم. ايه المانع؟ ايه 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 اللي بيمنع فنيا انت المستفيد؟ صح. الكابتن ربيع هيبقى مستفيد، المدربين الناشئين في الـ في الـ في الـ المنتخبات كلهم هيبقوا مستفيدين، انا كاللاعب نفسه مستفيد. ايه الحكمه انك انت تقول لا ده انت درجه تانية؟ انا شايف ودي دي برضه الدكتور محمود سعد اللي بعزه جدا وبحترمه جدا، بس دي نقطه جداً. اتمنى ان هو يتنبه لها ويتنبه لها كمان حتى في السنه الجايه. لو في نادي قادر على ان هو يعني بيكمل وبيصرف، ما تحرموش ابدا من ان هو يعني اذا كان هناك اماكن شاغره نتيجه انسحاب اي فريق من الفرق لازم يبص الحته دي. يعني انا برضو عايز اشير الى نقطه مهمه جدا خاصه بقطاع الناشئين، ان عند حضرتك لاعب مواليد 2001 موجود في منتخب مصر للشباب تحت 17 سنه مع كابتن ربيع سين في تونس، وحصل اتفاق وتنسيق ما بين منتخب مصر وبين اداره نادي النجوم ان الولد بسم الله بسم الله ما شاء الله من كتر ما هو لاعب مميز ونادي النجوم بيعتمد عليه ومنتخب مصر بيعتمد عليه، تم التنسيق ما بين حضرتك وبين المنتخب ان هو يلعب جزء في تونس مع المنتخب ثم يعود للعب في الدوري الممتاز. راجع النهارده. بالظبط. فده شيء مبشر. يعني هل حضرتك بدات تشوف كده ان البشاير اللي موجوده في قطاع الناشئين والخطه اللي حضرتك انشاتها علشان تخرج لعيبه زي محمد صلاح وزي النني وزي لعيبه كثيره جدا، هل ممكن يكون ده بدايه انطلاق قطاع الناشئين في المنتخبات الوطنيه من خلال محمود صبري لاعب مميز واللي عنده 17 سنه؟ بص انا مش عايز يعني اجامل او اتكلم على الكابتن ربيع ياسين لان هو معروف من حتى المنتخب بتاع المنتخب الاولمبي اللي حقق انتصار كبير الفتره اللي فاتت، حتى معظم اللعيبه دي كانت من انتاج هذا الرجل ومن سعيه وان هو كان بيمسح مصر كلها لغايه لما بيجيب اللعيبه دهيت. هو طبعا اختار محمود صابر كلاعب مميز جدا، وانا اعتقد ان هو من العناصر الاساسيه في منتخب الشباب. وبس انا عايز اقول برضو حاجه، يعني من نفس النظريه لو اتحاد الكوره والاداره الفنيه بقياده الكابتن محمود سعد اهتمت كمان اكتر، انا اتاكد لك ان عندي مش اقل من 4 لاعبين منهم محمود صابر انهم عناصر دوليه. انا خلي بالك انا عندي الفريق الاول عندي بيلعب حوالي يمكن تحت السن 5 لاعبين، ولاعيبه الفريق 90% منهم لم يتجاوز ال 22 سنه. لكن انا بكلمك في حته المنتخبات بالذات، انا ان شاء الله كابتن ربيع وهو على فكره حاطط عينيه على اكتر من لاعب عندنا ومتابعهم وحاططهم في هتلاقي دايما في المنتخبات لو ان المساله ماشيه بالطريقه اللي هي ماشيه بيها النهارده، ان فعلا الطريقه اللي هو مصلحه مصر قبل اي شيء، انا اعتقد النادي عندي وبعض الانديه الثانيه وممكن انديه من الدرجه الثانيه غير معروفه فيها لاعبين جيدين جدا، اعتقد هو ده القاعده اللي ممكن الفتره الجايه. وانا احيي الكابتن ربيع ان هو بداها فعلا عنده السنه دي اكتر من لاعب من دوري الدرجه الثانيه. عايز اقرا لحضرتك خبر من اسبوع كان صرح بيه الاستاذ عمرو الجناني، واكيد حضرتك تعلق عليه خاص بالموضوع اللي اتكلمنا فيه. قال الاستاذ عمرو الجناني رئيس لجنه الخماسيه المكلفه باداره شؤون اتحاد الكره في اجتماعه بقياده انديه القسمين الثاني والثالث داخل اتحاد الكره بان الاتحاد له ديون خارجيه لدى الشركات او الشركه الراعيه والقنوات الفضائيه بالملايين وننتظر الحصول عليها خلال الفتره القادمه. واعلن الاستاذ عمرو الجنايني لقيادات الانديه بان اتحاد الكره يعاني من ازمه ماليه وسيعمل على حلها خلال الايام المقبله. هذا وطلبت من انديه القسمين الثاني والثالث تشكيل لجنه التسويه للامور الماديه مع اتحاد الكره تراسها الاستاذ محمد الطويل رئيس نادي النجوم والاستاذ سمير موسى رئيس نادي الزرقاء، ومن اجل التواصل مع اعضاء اللجنه الخماسيه المكلفه باداره شؤون اتحاد الكره لحل الازمه والتنسيق مع باقي الانديه. الخبر ده بقراه لحضرتك علشان ليه علاقه بالخبر اللي هقوله لحضرتك عليه. يمكن من شويه قرينا خبر ان نادي بني سويف اللي هيلعب قدام النادي الاهلي في بطوله كاس مصر بيفجر ازمه انه لن يرتدي اي قميص عليه شعار اتحاد المصري لكره القدم او راعي
ليه صلة بالاتحاد المصري لكرة القدم غير لما يحصل على حقوقه من يعني البعثة والحصول على كل مستحقاته من اتحاد الكورة. طيب خليني أبعت تحية للأخ علي سليم رئيس نادي بني سويف، وعلى فكرة وأؤيده في القرار، وده مش ضد سياسة اتحاد الكورة ولا ضد الظروف اللي بيمر بيها اتحاد الكورة، لأن في الآخر اتحاد الكورة أنت مكلف بأنك أنت بتسوق وبتجيب للأندية الحقوق المادية اللي بتعينها على الممارسة اللعبة بشكل جيد. أنا النهاردة في تنافس على فكرة، بني سويف يمكن بيحتل المركز الأول أو الثاني، طيب ما هو الراجل محتاج لفلوس، فأنت النهاردة ما ينفعش أنك أنت تبدأ المسابقة وبعدين يلعب وما ياخدش مستحقاته، خاصة وأن أنا أحد الأندية ليا مستحقات عند الشركة الراعية من العام الماضي يعني مبلغ مش قليل ابدا. انا عارف ان حضرتك لسه تقريبا لسه ما حصلتش على باقي المستحقات يعني حضرتك، وكمان في اعتقد ان في فرق اخرى متضامنه مع نادي بني سويف، يعني مش بس بني سويف، بس احنا بنتكلم على الجزء اللي يخص النادي الاهلي ان بني سويف. ما انا بكلمك الاول على اتحاد الكره، اتحاد الكره هو يمكن عنده ضائقه ماليه، بس الانديه كمان مش هتقدر تتحمل، لانك يعني انت في الاخر ما بتنافسش على مراكز كاتحاد الكوره، لكن نادي بني سويف بينافس عشان يصعد، عايز فلوس عشان يصعد، نادي النجوم عايز فلوس عشان يصعد، فانت المفترض كاتحاد الكوره انك انت تحل وتحاول بقدر الامكان انك تحل حلول سريعه جدا لحقوق الانديه. وعلى فكره في الدرجه الثانيه والثالثه نفس الشيء. اما نيجي نتكلم بقى على الحقوق المستحقه قديما زي ما قلت لك عليها، احنا لنا مستحقات انا طبعا مفيش حاجه بتروح عند الجهه اللي هي مسؤوله عن الرعايه وواثقين منها تماما، ولكن لابد ان يكون اتصلوا بينا على فكره على اساس ان يحصل جدوله طبعا. واحنا اكيد طبعا، واحنا فعلا اتكلمنا، لا مفيش عمليه ان هي حقوق هتضيع، لا احنا في دوله سياديه لا احترامها، لكن لازم الناس دي ترعى ان هناك يعني مصالح للأندية هتتعرض لخسائر كبيرة جدا لو تأخرت المستحقات. وبالمناسبة أنا كلمني الأخ محمد وهبة من الشركة الراعية، وهو في سبيل حل عمرو وهبة المدير التنفيذي، والحقيقة هو كان بيتكلم بيدردش برضه، وكان بيتكلم في مسألة كيف يعني يبدأ جدولة المسألة، هو حط حل عبقري بان هم عملوا حاجه مع البنوك بحيث ان هي يعني في الاخر يقدر يسدد لك وفي نفس الوقت ما يبقاش عنده ضائقه كبيره، فهم بيحاولوا، لكن انا اتمنى الحلول دي تتم بسرعه، لان فعلا انت بتساعدني او بتقف ضدي في مساله المنافسه اللي انا باخدها في غمار المسابقه السنه. هل ممكن الازمه يتم حلها يا فندم قبل مباراه الكاس؟ يعني ممكن اتحاد الكوره يوصل لحل مع نادي بني سويف او الانديه اللي بشكل عام اخذت القرار بعدم ارتداء اي راعي او اي شعار؟ طب اسالك سؤال، كره القدم اتفضل يا فندم، لو النهارده بني سويف لعب الماتش الجاي اللي هو بعد 5 أيام 4 أيام، لو لعب والله ما يقدر خرج من الدور ده، هو هتضمن له حقوقه ازاي؟ وايه هي حقوقه؟ هو ازاي يلعب وهو مش عارف مستحقاته ايه؟ يعني ده سؤال بس. انا هلعب وما بعرفش مستحقاتي الماليه نتيجه انك هتحط شعار على التيشيرت بتاعي، ما اعرفهاش ايه. طب لو انا خرجت المسابقه هتعمل لي ايه؟ هطلبك بايه؟ هطلبك ب 100 ولا 200 ولا 500؟ مش عارف. فدي مساله برضو غير احترافيه، ارجو اتحاد الكره يبص عليها. وعلى فكره انا برضو مش هلبس اي شعار كنادي نجوم، متضامن مع مش ضد اتحاد الكوره بس ضد التكاسل في رعاية حقوق الأندية، متضامن معهم، وهلعب بدون اسم الراعي وهلعب باسم الراعي بتاع النادي. ده يعني ده في ماتش بيراميدز حضرتك اخذت القرار ان خلاص حضرتك هتتضامن مع الأندية اللي هو طبعا لازم نتضامن، لان هو انا بقول لك انت ما عرفتنيش حتى انا مستحقاتي ايه. انت بتقول لي العب وانت ساكت، ده اسلوب غير احترافي تماما. انا لعبت الماتش الجاي وخسرت، هتديني ايه؟ هطالبك بايه لما ابعت لك اقول لك من فضلك ابعت لي مستحقاتي عن مباراتنا في الكاس في دور 32 اللي هي مبلغ ايه؟ انا مش عارفه، لا انت قلت لي ولا قلت لي ايه القواعد، وبتقول لي ارتدي زي ده اللي انت هتحصل عليه قيمه ماليه من الشركه اللي انت هتفرضها عليا، ومش عايز تقول لي على القيمه كام. فانا طبعا لا، بالمنطق وبالعدل وبدون اي يعني حساسيه مع اتحاد الكره، لا انا متضامن مع
الاخ علي سليم وهنفذ قراري ان احنا مش هنلعب المباراه باي راي. طيب يعني اكيد يا فندم تجارب حضرتك الا لو انهم اتصلهم وحددهم وبعتوا جواب رسمي يضمن ده اللي احنا نامل فيه ان شاء الله ان يتم حل الازمه علشان انا اعتقد ان هيتنبهوا لها النهارده بسرعه ويحلوها. طيب انا عايز ارجع مع حضرتك تاني للنجوم ويعني حضرتك ليكوا تجارب اوروبيه او كل فتره بيكون في تجربه اوروبيه واخرها اعتقد ان في زي توامه ما بين الشركه الراعيه ونادي بنفيكا البرتغالي ومش بس توامه ما بين ناديين لا ده توامه حقيقيه في ان وجود لعيبه ومدربين برتغال وايضا اعتقد يعني على ما اتذكر وعلى قد ما انا مذاكر ان في شباب او لعيبه من نجوم هتسافر تعمل فترات معيشه لعيبه مميزه في نادي بنفيكا علشان لعل وعسى ان حد فيهم يكون مميز يتناسب مع امكانيات النادي البرتغالي يكون موجود وده يعود بالنفع على النادي البرتغالي وعلى نادي النجوم وعلى الكره المصريه طبعا يا فندم ده الاهم. طيب انا عشان ننسب الحق لاصحابه الفضل لاصحابه هي التجربه بتاعت نادي بنفيكا هو عقد تم من خلال شركه بيبسي كولا اللي هي الراعي للمشروع دوري طلاب المدارس وان احنا بنضم مجموعه كبيره من هؤلاء اللاعبين في النادي فلذلك هم عملوا التجربه ديت ان احنا عملنا عقد مع نادي بنفيكا ان يطبق عندنا في قطاع الناشئين كل ما يطبق من وسائل تدريب زي ما انت شفت في المقدمة اللي بتتم في نادي بنفيكا وفعلا موجود عندنا ثلاث مدربين من قطاع ناشئين في بنفيكا وهم اللي بيقوموا بتدريب الفرق اللي هي الرئيسية الخمس فرق الرئيسية في النادي ومحققين نتائج هايلة مش على مستوى النتائج بس حتى المركز الأول احنا في معظم البطولات احنا أول يعني تقريبا أول يمكن بطولة واحدة فيها الثاني لسه في تنافس لكن هم عاملين شغل كويس جدا احنا اهم حاجه عندنا ان اللاعب بياخد الطريقه الصح ازاي البوزيشن ازاي بيقف ازاي بيتحرك ازاي بيلعب جماعي من الانتقال من الهجوم من الدفاع للهجوم والعكس لا في مفاهيم كثيره جدا تجربه بنفيكا انا بشكر من هنا هو استاذ محمد شلباية اللي هو رئيس شركه راعيه اللي ادانا الفرصه دي فعلا وادى ان في نموذج بيتم في مصر حاليا ازاي نستفاد من الخبرات الاجنبيه لتطوير جيل المستقبل من خلال نادي نجوم. هل حضرتك تؤمن بالتجربه وان كل واحد بيكون او كل شخص بيكون ليه دور في فتره نادي النجوم علشان يطبق خبراته وقدراته الفنيه على الفريق وانا بشير في كلامي الى وجود مستر مانويل جوزيه كان موجود في يوم من الايام كان مشرف على قطاع ناشئين في النجوم لكنه رحل، هل ده بسبب فعلا ان حضرتك شايف ان كل مرحله بيكون ليها الراجل المناسب في الوقت المناسب؟ لا هو الحقيقه مانويل جوزيه هو الراجل المناسب في كل وقت. تمام. والحقيقه احنا كنا برضو بدلك في مساله التعاقد مع الكابتن جوزيه لان احنا اتفقنا معاه وكان من خلال برضو الشركه الراعيه كانت بتدعم هذا المشروع ان هو فعلا بيجي بياخد الموضوع من اول اكتشاف الموهوبين وتنميه موهبهم والى اخره ولكن لسوء الحظ ان الكابتن جوزيه قعد معانا حوالي 3 شهور وما كانش الاتفاقيه تمت مع شركة الراعية بسبب ان كان في انتقالات فتره انتقال اداره وجيت اداره جديده بتاع فهو الكابتن مانويل الحقيقه يعني ما قدرش يعني يتحمل الفتره اكتر من كده واتفقنا لكن ما زال العلاقه اللي بيننا علاقه جيده جدا واعتقد ان قريب جدا هيكون في يعني تعاون بيننا وبينه خاصه ان احنا واخدين المدرسه البرتغاليه يعني بنفيكا البرتغال ومانويل جوزيه برتغال فاحنا المدرسه البرتغاليه احنا شايفينها مدرسه في مجال تنميه القدرات المهاريه والمواهب هي مدرسه مميزه ان شاء الله هيكون في تعاون بيننا وبين قريب. طيب يا فندم نروح بقى لملف تاني وملف خاص بلجنه الانديه ودايما خلافات مستمره داخل لجنه الانديه يعني ليه دايما بيكون في خلافات؟ هي هو ده انا ما بحبش اخد العبارات اللي الناس بتقولها دايما لكن انا مضطر استخدمها اللي هي ازمه بلا لازمه. صح. الموضوع كان بسيط جدا جدا جدا. انا من وجهه نظري كنت شايف ان في عوار معين نتيجه تشكيل اللجنه الخماسيه وطلعت في اول مره قلت بحترم جدا وبقدر جدا وانا عارف بالتحديد قيمه الاستاذ عمرو الجنايني كشخص. واعضاء اللجنه طبعا. وبينهم ابن ليا اللي هو محمد فضل طبعا وكلهم
ناس محترمة جدا، لكن أنا بتكلم على حاجة كنت شايفها من وجهة نظري إنها حاجة لا تتناسب مع قيمة ومكانة مصر أن يكون عليها لجنة وصاية من الفيفا. دي وجهة نظر بحتة، لأن الموضوع أنا درسته كويس جدا ولقيت فيه حاجات لا تليق باسم مصر وتاريخها إلى آخره. فتقدمت وكنت في الفترة دي معين من الجمعية العمومية كرئيس اللجنة المفوضة بإدارة هذا الملف. ده بقرار رسمي للجمعية العمومية. فخطبت الناس كلها، خطبت الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي، خطبت طبعا الاتحاد الكوره، الوزاره. في الاخر انا بعت يعني زي استغاثه للسيد رئيس الجمهوريه. والحقيقه انا بؤكد، اولا مشيت في مراحلها التسلسليه الممتازه جدا من رئيس الجمهوريه لمجلس الوزراء للوزاره، ولكن في الاخر انا كان لي وجهه نظر واعضاء كثيره من الجمعيه العربيه معتقدين فيها ان هذا كان في خطأ ان مصر توصم بهذه الوصمة، ان يبقى عندنا وصاية على الكرة المصرية. لما بعتها وخدت التسلسل وجاني الرد في الاخر من مجلس الوزراء ان هو ليس هناك شبهة معينة، ولكن الموضوع يعني من وجهة نظر الدولة ان هو يعني لا غبار على الموقف حاليا. طبعا هنا هو لابد ان نتوقف. انا ممكن اقول وجهة نظري واعرضها وناقشها، لكن في الاخر لما بيجيني رد رسمي عن طريق رئاسه الجمهوريه لا، انا بتوقف، لان في الاخر راجل دوله ومتمسك جدا بان احنا طالما الدوله دارسه الموضوع وشايفه ان ده هو مش هيأثر على مستقبلنا الكروي وسمعتنا الكرويه، فليس لي اي، توقفنا على الموضوع ده. والعلاقه بيننا وبين الاتحاد علاقه جيده جدا. ولكن برضه عايز اقول حاجه، اذا كانت الشكوى اللي احنا تقدمنا بيها من وجهه نظرنا فيها بعض الحاجات اللي احنا بنخشى عليها من مستقبل الكره المصريه وسمعه الكره المصريه في مساله الوصايه والى اخره وما تتضمنه من كلمات جارحه جدا، انا اتمنى لو اي جهه من الجهات المسؤوله في مصر حابه تقعد معانا وتسمع مننا وتعرف احنا ايه وجهه نظرنا بالورقه او القلم لهذا الاخطاء ومحاولة علاجها اللي احنا عارفينها. من السهل جدا ان احنا نحل المشكلة دي بقدر قليل جدا من التعاون بين الناس اللي هي فاهمة القصة دي ومقدمة الشكوى وبيننا وبين الاتحاد القائم، لان كل الناس محترمين. لو قدرنا نصل للنتيجة ان في الاخر نزيل عن مصر كلمة الوصاية، انا اتمنى ان اتلقى اي مسؤول يحب ان هو يناقش معنا الموضوع ده، يعني انا اعتقد هيكون في صالح الكره المصريه وهيكون التعاون بيننا وبين اتحاد الكره. وعلى شرط احنا ما عندناش معنى ان نفس اللجنه تستمر، بس نشيل الجزئيه اللي احنا شايفينها من وجهه نظرنا قد تضر كتير جدا في المستقبل بحته ان احنا كنا في يوم من الايام الكره المصريه تحت وصايه الفيفا. السؤال يعني الشاغل الشارع المصري والشارع الكروي دايما، بصراحه انا عايز له اجابه، عايز اعرف انت ممكن يتم تطبيق هذا القرار ان في مصر نتفاجئ كلنا بقرار تشكيل لجنه انديه لرابطه للانديه، سواء للدوري الممتاز او للدوري القسم الثاني او الثالث، يبقوا هم ليهم علاقه بكل الحقوق، البث والراعي وكل شيء من حقوق للانديه، طبعا باجر زي ما احنا بنشوف في البريمير ليج، زي في الدوري الانجليزي طبعاً. ويتم طبعا بالانتخاب، واحنا دلوقتي اللجنه المفوضه ما بتشتغل باجر طبعا. انا بتكلم طبعا عشان الفيفا بالظبط، فيفا ما فيش حاجه اسمها هوايه صح في الاداره، ده اللي احنا بنتكلم فيه طبعاً. مش عايزين يعني حضرتك عارف مقوله عمل تطوعي، لا احنا تعبنا من الكلمه دي وعايزين نقف عندها، وعايزين ان كل واحد صحيح. بيتعب وبيشتغل ياخد حقه. فبالتالي حضرتك زي ما حضرتك عارف في الدوري الانجليزي مثلا على 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 سبيل المثال بيكون في انتخاب اربع اعضاء، واثنين من الاف اي او من الاتحاد الانجليزي بيكونوا موجودين مشرفين فقط او بيتابعوا الامور، لكن الاتحاد الانجليزي بيكون فقط مشرف على المنتخبات الوطنيه وليست على الدوريات. هل حضرتك ده ممكن يحصل في مصر في يوم من الايام؟ انت قدامك وقت قد ايه؟ حضرتك اتكلم معانا وقت. معانا وقت يا فندم، معانا وقت. بص انا الحقيقه عندي برنامج، واتمنى ان برضه يتسع صدر الاخوه في اتحاد الكوره والمسؤولين على الكوره. احنا ممكن نحل مشكله الكره المصريه لعشر سنين قدام ونطورها تطوير كبير جدا بمنتهى البساطه من خلال جزء من اللي انت اتكلمت عليه. اسمح لي ان انا يعني هعرضها من خلال يا فندم. يا ريت طيب، يعني انا شايف ان هو
عشان نحل المشكله ونحل الاشتباك القائم ونخلي الناس كلها تشتغل ويبقى فيه يعني سعاده في الاداره الرياضيه المحترفه. انا شايف ان لابد من اول حاجه ان احنا نعمل في حاجه ده اللي مطبق في الليغا الاسبانيه، الاتحاد الاسباني لكره القدم مقسم الكره هناك الى مناطق اقليميه. فعنده مثلا منطقه الكاتالونيه تمام. اللي هي فيها برشلونه تمام. المنطقه المدريديه اللي فيها ريال مدريد، المنطقه الاندلسيه اللي فيها بقى الدول اللي هي زي غرنادا وداقش ودول اللي هي كانت زمان بتاعت اندلس وسيفيه وشبليه تمام. هو مقسمها لمجموعه بتاع كل اتحاد من دول، كل منطقه من دي لها اتحاد كره قدم. يعني يا فندم في الليغا منفصلين بسبب المناطق، او كل منطقه بيكون ليها زي حد بيرقصها. منفصل متصل وده اللي هشرحه لك دلوقتي. فخلاص انت منطقه الصعيد على سبيل المثال ده لها اتحاد، اتحاد الكره لمنطقه الصعيد اللي هي معروف تشمل كذا وكذا 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 تمام. هذه المنطقه بتدير كل ما هو متعلق بكره القدم في مجال البراعم، الناشئين، الكره النسائيه، الكره الشاطئيه، كاس مصر في الادوار التمهيديه، كل الدوشه دي انت مالك ومالها كاتحاد كوره. صح. قسم الشغل، ادي للناس اللي هي ادي اتحاد هياخد اللي هي المنطقه ديت ويصفي ويطلع لك اللي هيكمل معاك من اول دور ال 32 ده في كاس مصر مثلا. ونفس الحكايه بالنسبه لجميع المسابقات، هو يدخل لنفسه موارد، اولا بياخد حصه من ميزانيه الاتحاد، بيطلع لنفسه موارد، بيطلع لنفسه بيعمل لنفسه انشطه اضافيه، انشطه صيفيه، يعني هو كاتحاد بقى يدير ويوسع القاعده ويشتغل زي ما هو عايز. نفس الحكايه هيبقى اتحاد المنطقه بس اسكندريه ومرسى مطروح، منطقه الدلتا، اتحادات بتتقسم لاتحادات ويجي جاي. واخد اتحاد المصري لكره القدم، اول حاجه هيحصل ايه؟ اول حاجه لازم اطلع التورتايه اللي كلنا قاعدين عايزين نهبش فيها اللي هي الدوري الممتاز والمنتخبات. اجي بسرعه كده اخد الدوري الممتاز واديه لرابطه الانديه المحترفه فورا، ويخلص من عليا دوشه ولا محتاج اقعد دراسات ولا كونوا كانديه انتوا 18 نادي، اقعدوا اعملوا القانون بتاعكم والاداره بتاعتكم وهنتحاسب على كل كلمه من دي كتقييم. حقوقنا ايه كاتحاد وحقوق ايه كانديه وحقوق الانديه الصغيره ايه. طيب ونفس الحكايه نزل دوري الدرجه الثانيه، نظمهم اعملوا برضو رابطه انديه للدرجه الثانيه، بعد كده الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه كل دي انديه محترفه ولكن انديه هوايه، ولكن هوايه بشبه احتراف لانك هتدعمها باشكال كثيره جدا. ومن ضمن التدعيمات اللي هتعملها ان هتلاقي عندك طالع بطل لمحافظه الصعيد صح، لاتحاد الصعيد وتاني اتحاد الصعيد صح. فانت بتدي حتى بعد معنوي ان في ممكن نادي من الصعيد واخد بطوله اتحاد الكره في منطقه الصعيد. ونفس الكلام بالنسبه لبقيه المناطق. طيب انت هتقول لي كل، انا هقول لك في السطور كل منطقه من مناطق الصعيد المناطق الاقليميه هتجري انتخابات لاختيار ممثليه في اتحاد مصر كره القدم. هيبقى بعد كده الاتحاد هيبقى هي تجري، بدل اللي عايز يرشح نفسه يلف في مصر كلها صح. هي بتجري انتخابات في منطقه الصعيد وتطلع العدد اللي هو متفق عليه اللي هيمثل الصعيد في الاتحاد العام اللي هو الاتحاد اللي هو اللي زي لا ليجا اللي هو هنا ايجيبشن ليج صح. طيب هتختار ممثل لها في رابطه الانديه الممتاز، يبقى لازم ممثل من المنطقه اللي هي بتاعه الصعيد. احنا خدنا خلاص الصعيد كنموذج، يبقى لها ممثل في لجنه رابطه الممتاز، وتختار لها ممثل في انديه الدرجه الثانيه تمام، عشان يرعى مصالحها. تنظم كل الانشطه المشكله بمسابقه الناشئين و اللي انا شرحتها قبل كده، كل المسابقات دي هي اللي بتقوم بيها. ترشح اللاعبين الناشئين للمنتخبات الوطنيه. الكابتن ربيع ياسين بيجيله من اللجنه الفنيه بتاعه الاتحاد الاقليمي بتاع الصعيد، بيقول له اتفضل يا كابتن انا عندي برشح لك 50 لعيب، تعال اتفضل اقعد عندي يومين ثلاثه اسبوع وشوف منهم واختار زي ما انت عايز. يخلص الكابتن ربيع ياسين في الصعيد يطلع على بحري، يخلص يطلع على منطقه كذا. يبقى اذا انا كمان ايه اللي يخليني الف كلته على واحد نادي من 400 نادي؟ لا، انا الاتحاد اللي رشح
ترشيح اللاعبين الناشئين، تنظيم الاداره التمهيديه لكاس مصر زي ما قلنا، اداره الميزانيه الممنوحه لامن الاتحاد، اتحاد الكره هيديله ميزانيه من الميزانيه العامه، اتفضل دير بكده. بعدين تنميه الموارد، انا كاتحاد اقليمي اعمل موارد جديده، اعمل مسابقات جديده، اعمل انشطه، اعمل دورات تدريبيه، كل ده بتدخل لي دخل جديد، فبنمي، فبصرف على نفسي، ببقى اتحاد فاعل، ولكن اتحاد جزء من الاتحاد العام. طيب تنظيم عمل الاكاديميات، انا ايه اللي يخلي النهارده اتحاد الكره هو اللي بيتكلم على الاكاديميات؟ للاكاديميات ده هو اصبح النهارده عشرات الالاف يعني انا مش عايز ابالغ، ارقام كبيره جدا. صح. طب ما انت خلاص، انا ايه اللي يخليني؟ اتفضل يا اتحاد الاقليمي برضو في منطقه الصعيد، اتفضل دير الاكاديميات، حط لها قواعد، حط لها اشتراكات، حط فيها دخل معين يعظم مواردك كاتحاد عشان تصرف على حاجات تانية، لان الاكاديميات دي بتكسب كويس جدا. فلو الاتحاد بتاع الصعيد اخذ يعني مكاسب من هذه البتاع، هيقدر ان هو يدعم ميزانيته يدير بيها اشياء تانية. إقامة أنشطة إضافية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة من أجل تفعيل فكر الرياضة للجميع. تعال بقى، أنت عليك دور في اتحاد الكورة ما بنطبقهوش. إحنا ما زال عدد الممارسين اللعبة في مصر من أضعف الدول، رغم إن إحنا أكبر من أكبر دول، إحنا 100 مليون والعدد أنا مش متذكر بالظبط، ما بيزيدش عن 15,000 أو 20,000 ممارس فعلي. أنت بقى إدي بقى للأماكن ديت، خد يا اتحاد الإقليمي بتاع منطقة اتحاد الكرة في منطقة الصعيد، وسع القاعدة عندك، اعمل دوري الدرجة الرابعة والخامسة والستة والسابعة، وسع، خلي كل اللي يقدر يفتح هناك، لأن ده هيبقى اسمه دوري هواة، وأنت هتدخل دخل منه، وبتطبق مبدأ عام من مبادئ اللي الفيفا بتطالب بيها، والاتحادات الدولية المفروض الطلبية اللي هي زيادة أعداد الممارسين، لأن كل ما توسعت في القاعدة كلما بقى عندك القمة مستويات أعلى. اكتشاف الموهوبين، بقول لك عن طريق خلال الممارسة دهيت. إبداع أنشطة أخرى لصالح كرة القدم بمحيط الاتحاد الإقليمي، يعمل دورات، يعمل بتاع دي أنشطة مختلفة. تبادل الخبرات مع الاتحاد الأخرى، تعالى اعمل كده، هو اتفقوا مع بعضكم، اتحاد الصعيد مع اتحاد بحري مع اتحاد اسكندرية مع الاتحادات دي، تعملوا دورة صيفية، الدخل بتاعها بتاعكم انتوا، ما يروحش لاتحاد الكورة. اعملوا أنشطة أخرى، اعملوا أنشطة أخرى في كل المجالات، على مستوى الفرق الكبيرة، على مستوى الناشئين، على مستوى الكرة النسائية، على كل المستويات، عظموا من الأنشطة، بدل ما انت كل حاجة في ايد شخصين أو ثلاثة في اتحاد الكورة، الناس كلها هتشتغل. ترشيح حكام من المنطقة ومراقبين من المنطقة. تمام. النهاردة أنا ممكن يكون، إحنا النهاردة عندنا محمد معروف منين؟ محمد معروف من شمال سيناء. صح. بالصدفة. لكن النهاردة أنت لما بتقول اتحاد المنطقة الصعيد، والله أنت مسؤول عن الحكام بتوعك، لو سمحت بقى رشح لي الحكام اللي هيبقوا حكام دوليين عشان يجوا معايا في دوري الدرجة الدوري الممتاز والدرجة الثانية، هيرشح لي أحسن ما عنده، هنبدأ بنعمل عملية فلترة. صح. من جميع المناطق. صح. هيجي لي الكريم اوف ذا كريم زي ما بيقولوا، مش هعتمد على مجموعه معينه وتني حبيس هذه المجموعه، خطا ما اخطاش هو بيحكم. لا، ده بعد كده لما نيجي للكلام على التحكيم، انت النهارده القاعده اتوسعت عندك، يوم ما يحصل عندك فيه دروب في التحكيم بناخد من اللي بعده واللي بعده واللي بعده. انا لا طبعا، لا انا بالعكس انا مستمتع جدا وساكت وسائل عليك كل الفرصه، عشان طبعا كلام مهم جدا، يعني احنا كمان يا فندم بنتكلم فيه يعني في عجاله، مش بنتكلم لا ده تفاصيله وملفات جدا، عشان كده احنا يعني بنامل طبعا ان احنا يكون في حلقه ثانيه ونتكلم فيها بالتفصيل، بس اكمل او اسيب حضرتك تكمل باقي الشروط. زي ما قلت لك برضه، خدنا احنا اتفقنا، خدنا الصعيد كاتحاد الصعيد، تنظيم دورات تدريبيه للمدربين والحكام والاداريين، اولا هيتثقفهم ويعلمهم ويغير لهم مفاهيمهم ويديهم الجديد في كل حاجه، وفي نفس الوقت هيحصل دخول معينه لصالح ميزانيه الاتحاد بتاعه. تنظيم أنشطة للهواة زي ما قلت لك، إن هو الدرجة الرابعة والخامسة في ألمانيا لغاية الدرجة الثامنة، ثمان درجات. صح. انشئ، أنا عندي إمكانيات وأقدر أوفر ملعب وأعمل فريق في الدرجة كمان. وبعدين أصعد لغاية لما أوصل لدرجة الاحتراف، حط لي بقى القواعد المنظمة. صح. اللي هي بتوقفني وبتعمل لي حدود. تقديم مقترحات باسم الاتحاد الاقليمي للاتحاد المصري لكره القدم اللي هو الاتحاد العام، نيابه عن مدن هذا الاقليم. لما نيجي نقول والله احنا منطقه الصعيد عندنا مقترح، ارجو انكم المسؤولين عن الكره المصريه بقى،
الاتحاد العام انظر للاقتراح ده. تخيل بقى لما انت عندك مثلا 4 أو 5 اتحادات كل اتحاد بيقعدوا مع بعضهم ويعصرهم في الافكار ويطلعهم فكره ويبعتوا لك لكل اتحاد بعت لك 3-4 افكار وانت قعدت على الافكار دي تدقحها وتوصلها في الاخر ل 3-4 افكار انت هتطلع كل سنه عندك زخم كبير جدا من التطوير هتطور. ممكن نشوف ان الدوري محترفين في يوم من الايام موجود في مصر بنفس القاعده اللي موجوده في كل دول العالم ان احنا ما يبقاش عندنا يعني انا مش عارف دوري محترفين الكونسيبت بتاعه او المحتوى بتاعه ان يكون يعني زي ما راك عارف عقود اللعيبه ما تبقاش بتنتهي من طرف واحد النادي ممكن في اخر السنه يقول لك مع السلامه مش عايزك لا يبقى في مده تعاقد متعارف عليها يتم فسخ التعاقد مع اللاعب عن طريق عقده ينتهي او ياخد باقي مستحقاته او يتفقوا الاثنين يخلصوا الامور دي كلها. حضرتك عارف طبعا قوانين الدوري محترفين كل مره بنسمع ان الاتحاد الافريقي بيعطي مهله للاتحاد المصري تطبيق دوري محترفين والعقوبه اذا لم يتم التطبيق حرمان البطولات الافريقيه وما بنلاقيش حاجه طيب ممكن انا مش عايز ابقى نرجسي في كلامي عن افكاري لكن اقسم بالله ان هذا المواد الافكار اللي انا بحطها انها تضمن لك انك انت خلال سنتين او ثلاثة بالكثير تكون بتطبق الفكر الاحترافي زيك زي طب حصل تواصل يا فندم بين حضرتك وبين احد اعضاء اتحاد الكوره احد سياده الوزير هل حضرتك كلمت معاه عرضت عليه الافكار دي ولا لسه حضرتك الافكار دي حديثه وبالتالي حضرتك هتسلك الطرق لتطبيقها ان شاء الله؟ بص انا 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 الحقيقه الفكر موجود عندي من سنوات التعاون في الفتره اللي فاتت معلش انا كلمه ممتازه صراحه الاتحاد السابق كان مشغول انا برضه عايز ارجع لنفس الفكره هو مشغول ب 100,000 حاجه صح ازاي هيقعد يسمع مني افكار ويسمع من رؤساء الانديه تانيين افكار الافكار ده هي عايزه حد ان هو يتبنى الفكر يكون على مستوى الدوله تكون على مستوى انك انت عايز تغير انت عايز تطور الكره المصريه لكن انت تعرف ان عدد الافراد الفعليين ما يزعلش مني بقيت اعضاء اتحاد الكوره اتحاد الكوره كان بيدار ب2 ولو متفائلين قوي كان بيدار ب3 تمام ومش من غير اسامي صح هو يعني فلان مسؤول عن ان هو بيعمل بيضع جداول وبيحط البرامج وتنفيذ ومتابعه كل ما هو متعلق بكره القدم من ناشئين الله يكون في عونه ده 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 جبار من ناشئين للكره النسائيه الكره الشاطئيه كل الكلام ده شخص واحد وبيعمله مين يقول كده صح عشان كده بقول لك لما تقسمها على الاتحادات خلي الناس تشتغل خلي كل الاتحادات تشتغل خلي عدد الكم اللي بيقوموا كله في تخصصه في الاخر انت بقى تفرغ لايه ده اللي هنوصل لك عشان اختصر عليك فضل. في الاخر هنوصل ايه الكلام ده في حاجات تانية بس عندك تشكيل الاتحاد المصري لكره القدم طب انت عملت الاتحاد اللي هو قلنا الصعيد واتحاد اسكندريه واتحاد بحري والدلتا 5 اتحادات طيب اتحاد الكره بقى المسؤول عن ايه اول حاجه هيتم ازاي عن طريق انتخابات يقوم كل اتحاد اقليمي من اللي احنا قلنا عليه ممثل له ليكون عضو في الاتحاد المصري لكره القدم الاتحاد العام الاتحاد العام بقى يكون 11 12 وات ايفر بس هيبقى فيه عضو ممثل لكل اتحاد فاحنا قلنا في 5 مناطق اقليميه او 5 اتحادات اقليميه انت جبت 5 هم هينتخبوا بعضيهم انا ما اروحش مجدي عبد الغني ومحمد الطويله او اي حد يروح يلف مصر كلها بتوع الصعيد هم هينتخبوا مين اللي هيمثلهم في منطقه الصعيد صح. في اتحاد الكوره يبقى صح. انا جالي واحد على الجاهز هم اللي اختاروه تمام فاحنا قلنا لو في 4 يبقى ادي 4 الفار في اتحاد الكوره تم تشكيلهم بفعل المناطق انتخاب عدد 5 من الشخصيات العامه والمنتمين لمنظومه كره القدم منهم 4 اعضاء للاتحاد المصري لكره القدم وطبعا يكون ينتخب في الاخر رئيس طب بمعنى ايه انت عندك جبنا 5 مناطق اقليميه ادي 5 وادي 5 كمان من اللي هم من الشخصيات العامه تمام محمد الطويل عايز يرشح نفسه فلان الفلاني اي حد من الشخصيات العامه عايزه ترشح نفسها ترشح تمام وبعدين ده بالنسبه للي هو اللي هم هيجوا عن طريق الانتخاب تمام وبعدين عن طريق التعيين رئيس رابطه الممتاز الف هيبقى عضو في اتحاد الكوره تمام ورئيس رابطه الممتاز ب ادي عضو في اتحاد الكوره ملاحظات بقى هنا وجود عدد 2 معينين من الروابط دورهم استشاري لا يحق لهم التصويت يعني رئيس رابطه اللاعبين المحترفين هتحطه في اتحاد الكوره ملوش راي
في التقرير في, في القرارات. ده عضو استشاري بيعبر عن رأي الأندية الجمعية العمومية الرابطة. ونفس الحكاية دور الدرجة الثانية. فيصبح عدد الذين لهم حق التصويت أو الانتخاب 18 نادي من الدوري الممتاز ألف، 48 نادي من الدوري الممتاز به، أقول لك بقى عشان في الآخر اختار الاتحاد، أربع رؤساء اتحادات إقليمية اللجونة. فيكون عدد إجمالي الناخبين اللي اتحاد الكرة بيطمح فيه دلوقتي انه يقلل اعضاء الجمعية العمومية هيبقى 70 ناخب. يعني انت هتوصل بالطريقة دي انك انت اللي هيقول في الاخر رأي الجمعية العمومية، الجمعية العمومية اللي هتدير الكرة مع اتحاد الكرة 70 نادي. وشرحتهم لك جايين ازاي. بذلك يتم التقليل من القدرة التربيطات. مش هيحصل تربيطات، مش هيحصل انك ناس هتروح تدي ناس فلوس ولا هدايا. خلاص انت كل جهة حطت المسؤول عنها. ويكون الفائزين من بينهم احسن العناصر بقدر الامكان. يكون التصويت شو بقى بين السبعين ناخب بنظام النقاط، بحيث يكون كل عضو من الانديه الدوري الممتاز. اعتقد يا فندم ده تقريبا بيتم طرحه الفتره الحاليه، ان هو يتم تقليص عدد الانديه المشتركه في الجمعيه العموميه، وفي نفس الوقت ان يتم الانتخاب بالنقاط. اعتقد ان خمس نقاط الممتاز، ثلاث نقاط لازم الدرجه الثانيه، ونقطه تقريبا في الدرجه الثالثه. هل حضرتك سمعت هي نفس الحكايه حتى بنفس الترتيب؟ اصلا انا اتسالت لي سؤال ما رضيتش. انا قدمت هذا المشروع للست الوزير دكتور اشرف صبحي، لكن طبعا انا مقدر يعني جت البطوله الافريقيه بعديها وجت الدنيا، لكن هو المشروع انا عجبني في حضرتك جدا يا فندم. حضرتك على طول مقدر وعارف دور الدوله، وان حضرتك راجل دوله وراجل وطني، وان حضرتك لما الدوله مقدر حجم الضغوطات اللي موجوده أكيد. من حيث تنظيم بطولتين في اقل من اربع شهور. طبعا يا فندم استاذ محمد، يعني انا هو يعني انا الحقيقه اتمنى نكون يعني وضحنا بعض الامور. حضرتك وضحت واتكلمت بالتفصيل الممل جدا، وانا اعتقد ان مشروع زي ده الحل موجود، لكن يا فندم نتمنى ان شاء الله يتم الاخذ بيه. وحضرتك يعني انا بطلب منك طلب ان حضرتك ما تزهقش في ان حضرتك تقدم ده أبداً. وان حضرتك توصل في الاخر لمصلحه الكره المصريه والمصلحه طبعاً العامه اللي هتعود على كل الانديه. بمناسبه يعني الحته بتاعت ما تزهقش، لو بزهق انا ما كنت زهقت. انا قبلنا النهارده البطوله رقم 17 لدوري بيبسي لطلاب المدارس. محدش يقعد يعني احنا انا والشركه ان احنا نصابر على كده. وعلى فكره هناك مشروع كبير جدا في المرحله الجايه برضه لصالح الكره المصريه بنقوم بيه. فاحنا ما بنتعبش ابدا وما بنزهقش، وان شاء الله مواصلين دايما لصالح كره القدم المصريه. بشكر حضرتك يا فندم على الحلقه المحترمه، الحلقه اللي فيها معلومات قيمه جدا. اعتقد ان كل المشاهدين والمتابعين وكل القائمين على الكره اللي تابعوا اللي هيتابعوا اعتقد ان هيطلعوا منها بمعلومات قيمه جدا. واتمنى ان حضرتك تكون موجود معايا بقى في حلقه ثانيه، نكون مخصصينها فقط للنقاط اللي حضرتك اتكلمت فيها، او هنتكلم فيها بالتفصيل الممل عشان نوضح لكل الساده المشاهدين كل ما يخص تطوير الكره المصريه يا فندم. انا اشكرك وبشكر اسره القناه، وتمنياتي لكم دايما يعني بالتالق والنجاح. بشكرك جزيلا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحوارية الثانيه مع الاستاذ محمد الطويله رئيس نادي